يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا وبيتابعونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا جمانة. صباح الخير عليك يا شاذلي، وصباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا. حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر بسؤال جديد وبموضوع جديد. طيب بما ان احنا بقى عمالين نتكلم كده ومهتمين دلوقتي في السوشيال ميديا بموضوع الراجل والست والمتجوزين عامه وازاي نتعامل مع بعض، والموضوع مش عارفه ليه قلب زي في اكسبريشن كده او يعني جمله بمصطلح بيتقال عن الحاجات زي عندنا بالظبط كده حسبه بيرما اللي هو روكيت ساينس. احنا كبرنا الموضوع قوي وبقينا عمالين يعني الخبراء والمحللين عمالين يقولوا احنا ازاي نتعامل، ازاي الست تتعامل مع جوزها وازاي الراجل يتعامل مع مراته، وكبرنا الموضوع ان احنا يا جماعه من بدء الخليقه الراجل والست بيتعاملوا والحقيقه مفيش مشكله، يعني في بعض المشاكل بنحاول نتعامل معاها. فمن ضمن هذه المشاكل والمواضيع هو موضوع هل لازم تفكري جوزك كل شويه بالحاجه اللي طلبتيها منه ولا بتسيبيه هو يفتكر لوحده؟ طب هل المفروض تزني عليه ولا هل هي مره وتسيبيه براحته يعملها عشان الراجل مشغول وتعبان وحاجات كده؟ يعني موضوع كبير، خليني اروح للراجل اللي معانا دلوقتي في الحلقه. انت شايف ايه؟ لا هو مش لازم خالص، ما تفكرليش ما تقوليليش قلتي مره وانا ما عملتهاش عشان مشغول مش فاضي، لو فاضي كنت عملتها. فايه بقى ببساطه يعني فاهميها انت يعني هي لو حاجه. بص عايز اقول لك على حاجه، هو احنا ما عندناش طبعا قواعد، ما عندناش كتالوج نمشي عليه، مظبوط؟ فهي العلاقه ما بين الزوجين مبنيه على ايه؟ مبنيه على الحب والتفاهم، ده اساس كل حاجه، الحب والتفاهم والمشاركه طبعا. أيوة. حلو قوي. المشاركه مش الزوج هو اللي يعمل كل حاجه، والمشاركه لازم هما الطرفين يعملوا مع بعض اي حاجه في البيت هما محتاجينها. مثلا لو هي عايزه في حاجه بايظه في البيت، عشان بس النقطه دي ناس كتير بتتكلم فيها، لو في حاجه بايظه في البيت هل الزوج هو مفروض عليه ان هو اللي يصلحها؟ مش مفروض ولا يعني حاجه بسيطه، يعني انا مش بتكلم طبعا في الاعمال الشاقه عشان ما حدش يفهم غلط، يعني لو في حاجه مثلا صعبه او حاجه محتاجه مجهود او حاجه هتتشال من مكانها هنا طبعا لازم، لكن نزل الستاير. طلعت نزل الستاير ست الكل. ممكن تكون ما بتعرفش تنزل الستاير. غير اللمبه. ما تطلعي غير اللمبه ست الكل. ممكن تكون قصيره. وهو هيقف على كرسي هو كمان اكيد مش فاهم. ممكن تكون بتخاف من الكهرباء. ما هي الكهرباء، ما هو يعني هو الكهرباء عادي يعني هنا. هو الكهرباء عادي يا جماعه. بتخاف ما يعني هي ست فطبيعي هي. تصريح مهم جدا، هنا الزوج الكهرباء عادي. هي كست مخاوفها اكبر، يعني لو دخل حرامي في البيت دلوقتي. ما احنا قلنا بقى ان مش كل حاجه طبعا، لا هيكون في حاجات لازم الراجل يقول. طيب يكون ماشي موجود طبعا. طب حلو لطيف جدا. طب هي بما انها طلبت منك، يعني بما ان هي بدرت وطلبت منك فاكيد ما عندهاش القدره ان هي تعملها. لا خالص، هو في بعض الاوقات بيكون استسهال يعني، خد الزباله وانت نازل. طب هل ده فرض على الزوج ان ياخد الزباله وهو نازل؟ هل فرض ده فرض يعني؟ اكيد مش فرض. طب ما انت نازل. طب ما يعني هي ما بتنزلش. ممكن تكون انت نازل وهي مش نازله. طب ما انت فين المشكله؟ ايوه هي نقطه كويسه. ممكن تكون انت نازل وهي مش نازله، اذا لو هي نازله ممكن تاخدها عادي. هو ده اللي عايزين نتكلم فيه. ما تاخدها عادي، لازم الدنيا تكون. مش عايزين طبعا نسخن بعض الناس، لان اكيد يعني في ناس يعني كلنا بناكل عيش بالمناسبه يعني، فمش عايزين نسخن بعض الناس فيروح البيت يقول لا انا مش هغير اللمبه، لا انا مش عارف ايه، والدنيا هتبوظ عنده يعني. فبلاش يعني زي ما قلنا هي مش قواعد يعني. لا طبعا هي مش قواعد. بس في نفس الوقت هو عادي لما اطلب حاجه من رجل البيت اللي موجود عشان يعمل الحنفية بايظة، محتاجين سباك، مش عارفة ايه، محتاجين نجار، محتاجين كهربائي. طب يعني اعمل ايه؟ ماشي، محتاجين حد يجي طبعا، هو لازم يقف معايا اكيد، صنايعي داخل البيت. طيب. هو لازم يقف معايا، دي مالهاش علاقة باللي انا بقوله. انا بقول في حاجات تانية كتيرة بقت مسؤولية على الزوج من لا شيء، وهي مش حاجة اصلا يعني، هي ممكن اي حد ان هو يعملها بجد والله، ممكن اي حد ممكن هي تعملها وهي في البيت. فهنا بس اللي عايز اقوله ايه، ان انت لو طلبتي من زوجك حاجه وهو مشغول ما افتكرش يعني. كان في كوميك كده كان طالع من فتره، اكيد كلنا تابعناه على السوشيال ميديا، اتنين لسه متجوزين جداد بتقول له مش عارف الحنفيه بايظه عايزين نصلحها، فقال لها حاضر. فجايين الصوره اللي بعدها على طول وهم بقى كبروا في السن، عندهم حاجه و60 ولا 70 سنه، تقول له مش قلت لك الحنفيه بايظه؟ قال لها ما انا قلت لك حاضر انا كمان. ده الوقت المناسب. ده الوقت المناسب. ده الوقت المناسب. انتوا شويه بالكم طويل في الحاجات دي، واحنا بنبقى احنا عشان دايما بتبقى ايدينا في البيت، فعايزين الحاجه، عايزين الحنفيه سليمه، عايزين نجار الخشب سليم، عايزين حاجاتنا سليمه. طوله البال مطلوبه يا جمان، صدقيني في التعامل والله. طوله البال وانتوا طول يعني مفيش طوله بال في حاجات مش 40 50 سنه يعني. يعني ما هي نفس الفكره. بس عامه لا بجد والله، يعني بعيدا بقى عن يعني النقاش ده، هو زي ما كنا بنتكلم يعني فكره المشاركه، ولا المفروض طول الوقت الست تكون اعتماديه بشكل كامل على الراجل،
ولا في نفس الوقت الراجل كل حاجة الست تقولها يبقى تبقى مش مهمة. يا ربي دي عمالة تطلب كتير، يا ربي دي عمالة تزن. خالص الموضوع سهل وبسيط يا جماعة. وأنا بجد أنا يعني عندي تساؤل، أنا مش فاهمة ليه العلاقة بين الراجل والست بقت محتاجة دراسات وآراء وناس عمالة تزايد. هو في ايه؟ ما الناس متجوزة من زمان جدا وبيتعاملوا مع بعض، يعني مفيش مشكلة. العلاقة الزوجية اي علاقة بين اي اتنين كائنين بشر تعتمد على الكرامة، يعني دي كرامتنا، الاحترام، المودة، الحب، معروفة من زمان جدا، مفيش اي حاجة شاذة. ايه اللي حصل بقى؟ كلام الصح. بعض المختصين اللي بيقولوا ان هم خبراء في الأسرة وبتاع، هم دول اعتقد يعني لان هم بيحطوا قواعد للأسف. يعني هم ممكن يقولوا لو جوزك عمل كذا لازم تتصرفي بالشكل بالطريقه دي، انت ليك استقلاليتك الماديه ما ينفعش تشاركي في البيت، انت 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 وانت المفروض وانت المفروض. الاسره كل بيت زي ما بيقول كده مقفول على حاجات كتير قوي، ممكن في بيت مقفول على بعض المشاكل الصغيره، كلمه من دي ممكن تروح مولعه الدنيا وتكون سبب في خراب البيت ده، مع ان هما الاثنين مستحملين بعض. يعني هنفترض مثلا جمانه، وده المثل اللي كنا بنتكلم فيه قبل الهوا، لو في زوجين متفاهمين على مصاريف البيت وهي بتشتغل وهو الراجل مش مقصر وعامل اللي عليه وهي برضو بتحاول تساعد في البيت، سمعت حد من الخبراء والمختصين بيقول ان الست لها استقلاليتها الماديه ومش المفروض ان هي تشارك في البيت، هي هتعمل ايه مع اول مشكله هتحصل بين الزوجين، بينها وبين جوزها؟ اول حاجه هتعملها ايه؟ هتقطع الفلوس اللي بتصرف طول الوقت دي، فلوس دي استقلاليتها الماديه. واحده واحده هتلاقي البيت بيبوظ، مش عشان هي ما بتصرفش، لا، عشان ما بقاش في تفاهم ما بينهم هما الاثنين، عشان ما بقاش في تعاون، ما بقاش في مشاركه ما بينهم هما الاثنين. صحيح. وزي ما انت قلت يا شاذلي، كل بيت ليه ظروف، كل اثنين متفاهمين على ظروف معينه وعلى وضع معين وعارفين يتعاملوا بيه. انا هنا مش بتكلم على المشاكل اللي بتبقى مبنيه على عدم الاحترام او التجاهل، او دي قصص ثانيه طبعا، لكن احنا بنتكلم في الظروف الموجوده. زي مثلا حد يقول لا والله هو ما فيش اي مشكله، لازم الست طول الوقت مثلا في البيت تكون، لازم يكون كل حاجه يعني زي ما بيقولوا كده يعني الورقه والقلم، بالورقه والقلم وكل حاجه كما يجب ان تكون. البيت دايما لازم يكون بقى نظافه يعني احسن حاجه في الدنيا، لازم نراعي ظروف كتيره طبعا. لا هو مش لازم، بس بالظبط لا مش لازم. في ناس تقول لك لا والله ما فيش كرامه مثلا بين الراجل ومراته، يعني في حاجات يا جماعه انا مش عارفه احنا دخلنا فيها ليه اصلا، انا ما بعرفش احنا ايه اللي جابنا هنا. فاكر برضو جت في وقت كده موضوع اصل الراجل مش ملزم والست مش ملزمه، احنا ايه اللي دخلنا احنا ايه اللي جابنا هنا؟ احنا كلنا مالنا. فهي دي الفكره. على اي حال ده جزء من الموضوع، موضوع لازم نفكر، لازم تفكري جوزك كل شويه بالحاجات اللي طلبتيها منه ولا بيفتكر لوحده. ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، مستنيين اجابات حضراتكم. لكن قبل ما معلش انا عايز اعرف منك برضه، انت عادي ان هي تطلب منك وتفكرك ولا بتطلبها وخلاص وانت بقى تفكرني؟ بقول حاضر. سلام والله العظيم. ما بحسش حاجه. لا مش معقول والله ما شاء الله. على اي حال انا رايي انه عادي ممكن نطلب مره ونفكر تاني، مفيش مشكله خالص والحياه هتمشي. انا مش عارف صحيح عشان نرايهم، عشان نراي الازواج. اصل احنا قولي لهم بقى نراي ايه؟ قولي للسيدات يعني عشان نراي الازواج. بس مش هقعد عمري كله يعني سيبيها لله. على اي حال ده سؤال الحلقه، مستنيين طبعا مشاركاتكم في حلقه النهارده. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا، وصباح الخير يا مصر. قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده، نصبح على دينا شرف ونتعرف منها على اخر احوال الطرق والشوارع في القاهره الكبرى والمحافظات. صباح الخير عليك يا دينا. صباح الخير يا شاذلي، صباح الخير يا جمانه، وصباح السعاده والتفاؤل على كل المصريين. طبعا احنا مرينا بيوم كان فيه مطر شويه، فاعتقد ان في بعض الزحام في بعض الشوارع، لكن خلونا دلوقتي نستعرض معاكم جوله مريه وهنبص على شوارع القاهره والمحافظات دلوقتي، خصوصا ان الناس بدات تنزل. هنبدا جولتنا من القاهره اللي شهدت امبارح بالليل كثافات مروريه دي نتيجه تجمعات الامطار، لكن تم سحب كل الكثافات ورفع كميات الامطار بمعرفه شركه مياه الشرب والصرف الصحي لعدم التاثير على الحركه. ولو بدانا بقى جولتنا بشوارع القاهره، هنبدا معاكم من كوبري اكتوبر المتجه لمنطقتي رمسيس وغمره، هنلاقي فيه سيوله مريه. اما اللي مكمل في اتجاه العباسيه هنلاقي كثافات بسيطه بتزيد مع ساعات الذروه الصباحية. لو تابعنا لشارع صلاح سالم هنلاقي هناك سيولة مرورية كبيرة، وهنفضل ماشيين لحد نفق الملك الصالح اللي بيشهد كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي، وهنفضل مكملين لحد كوبري الروضة، هناك برضو بعض الكثافات.
بتظهر كثافات مرية المتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل وكثافات مرورية للمتجه إلى شارع عباس العقاد. كمان ظهرت كثافات على دائري المرج المتجه من نفق السلام اتجاه الزراعي ومنه إلى الأقاليم. كمان ظهرت كثافات بشارع صلاح سالم والطيران بالتزامن مع دخول الموظفين لمبنى الجهاز المركزي للمحاسبات والإحصاء. هنكمل جولتنا بشوارع الجيزة. هناخد بالنا أن الطريق الدائري القادم من أكتوبر لسه مغلق كليا، والقادم من مدينة السادس من أكتوبر تم تحويل الحركة المرية من الطريق الدائري لنفق حازم حسن ومنه إلى طريق الإسكندرية الصحراوي واستخدام محور 26 يوليو أو محور رود الفرج. كمان في برضو الطريق السياحي بديلا عن الطريق الدائري اللي جاي من طريق الواحات. ناخد بالنا أنه تم غلق كلي لمنزل كوبري أحمد عرابي في الاتجاه المؤدي إلى الطريق الدائري، وتم إجراء بعض التحويلات المرورية وده مستمر حتى 28 يناير. كمان تم فتح ميدان إسفنكس تجريبيا وده ساهم في تقليل حجم الكثافات اللي كانت بتأثر الصبح على شارع جامعة الدول العربية ومسبب بعض الكثافات. لو كملنا جولتنا من شارع الهرم اللي بيشهد كثافات مرية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين، وكمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات، وظهرت كثافات بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطلبية، وفي كثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. كمان ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاء ومبابة. بالنسبة لمحور صفط في كثافات مرية بتزيد في الاتجاه إلى جامعة القاهرة. هنروح لمحافظة القليوبية، والقادم من الزراعي بتظهر كثافات مرية بطريق اسكندرية الزراعي ده بسبب زيادة أحمال السيارات في الاتجاه القادم من الأقاليم وصولا إلى القاهرة، وبيشهد الاتجاه الآخر كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثافات مرية تظهر بالطريق لمنع ظهور زحام مروري للمركبات. لكن القادم من الزراعي متجه للدائري سواء الجيزة أو المرج في سيولة مرية ما عدا بعض الكثافات البسيطة لكنها غير مؤثرة بشكل كبير. أما القادم من منطقة الدلتا مستخدما طريق شبرا بنها الحر ومتجه إلى مناطق شرق القاهرة والتجمع هيفضل استخدام محور الفريق العصار مروراً بالشارع الجديد بشبرا الخيمة. نكمل جولتنا ونروح لبورسعيد، وتحديداً من شارع أوجينا هنلاقي هناك سيولة مرية. ولو كملنا هنروح شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية بسيطة هتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرية، ومن طرح البحر هندخل على شارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرية كبيرة مكملة لحد آخر الشارع. بكده حاولنا ناخد حضراتكم في جولة عن أحوال المرور في معظم محافظات الجمهورية، خصوصا مع وجود الأمطار الكثيفة اللي كانت موجودة بالأمس، لكن تم سحب جميع الأمطار من كل شوارع الجمهورية مصر العربية. هرجع مرة تانية لشاذلي وجمانة علشان نبدأ معكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا لك. النهارده بكل تاكيد عندنا مجموعه كبيره من الاخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم، لكن بنبدا بالاحداث اللي حصلت امبارح واللي من ابرزها استعراض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقرير حول تنفيذ المبادره الرئاسيه 100 مليون شجره، بالاضافه الى نفي الحكومه للشائعات اللي ترددت بخصوص خفض المخصصات الماليه لمرتبات العاملين بالدوله تزامنا مع الازمه الاقتصاديه العالميه. كمان امبارح كان في اقبال كبير من المواطنين على منافذ مبادره كلنا واحد، تفاصيل اكتر هنعرفها في التقرير اللي جاي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها استعراض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تقرير حول تنفيذ المبادرة الرئاسية للتشجير زراعة 100 مليون شجرة، واللي أوضح التقرير أنه ما تم زراعته من أشجار ونخيل بالطرق والمحاور الرئيسية خلال خطة الهيئة للعام المالي الحالي وصل ل 635 ألف شجرة بمختلف المدن الجديدة على مستوى الجمهورية. وأكد رئيس الوزراء أهمية مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء بهدف تحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، فضلاً عن تحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين. امبارح الحكومة نفت الشائعات اللي ترددت بخصوص تقليص المخصصات المالية لمرتبات العاملين بالدولة تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية.
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شدد على التزام الدولة بصرف كل مستحقات العاملين في المواعيد المقررة، وناشد العاملين بالجهاز الإداري بالدولة عدم الانسياق وراء مثل هذه الشائعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. امبارح شهدت مبادرة كلنا واحد إقبال كبير من الأهالي بعد قرار وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة 23 من المبادرة تحت رعاية رئيس الجمهورية حتى نهاية شهر يناير عام 2023. وكمان قررت وزارة الداخلية الدفع بسيارات منظومة أمان محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق، وده بالمناطق الأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات. الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الحقيقة بتكون دايماً حريصة على أنها تقدم محتوى يمثل إضافة قوية للمشاهد، ده بيكون من خلال مجموعة من البرامج التثقيفية والاجتماعية اللي بتقدم بشكل مبهر للجمهور. وأعتقد يعني كلنا تابعنا انطلاقة برنامج شارك تانك مصر على سي بي سي، ودي النسخة المصرية من أقوى برنامج عالمي لاكتشاف المخترعين والمبدعين والمبتكرين وأيضا رواد الأعمال وأفضل الشركات الناشئة في كل المجالات. البرنامج بيشارك فيه عدد من الباحثين عن فرصة لبدء مشروعاتهم أو تعظيم استثماراتهم الخاصة، واللي هيتم تمويلها من مجموعة من أقوى المستثمرين المصريين. والحقيقة أنه برنامج شارك تانك يعتبر هدية من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لكتير من الشباب الطموح اللي عنده أفكار وبيدور على التمويل والمساعدة في إنجاح المشروع أو الفكرة أو حتى خروجه للنور. هي فكرة طبعا وجود برامج من هذا النوع مهمة للغاية. كمان في برنامج اسمه صنايعات مصر، ده بتقدمه طبعا الشركة المتحدة على قناة دي ام سي، بيتعرض يوم الخميس من كل اسبوع الساعة 9 بالليل. البرنامج ده بيعتبر من البرامج المهمة جدا واللي بتدور وبتبحث في الهوية المصرية والتراث المصري اللي عايش في وجدان اجيال كتيرة جدا. كمان هذا البرنامج بيعرفنا عن ناس كتير جهدهم واخلاصهم وصنعتهم تركت علامة في حياتنا وفي تاريخ مصر كله. عشان كده البرنامج فيه مجهود كبير جدا وإضافة قوية بتحرص عليها الشركة المتحدة لنشر الثقافة والتاريخ والتأكيد على هويتنا الثقافية والاجتماعية. كمان هنروح لجولة المحافظات، معانا كمان مجموعة من الأخبار والأحداث المهمة اللي حصلت امبارح في محافظات مصر، منها انطلاق 10 معارض أهلا رمضان و766 منفذ بيع لمحاربة الغلاء في إنا، وتوفر الأرز الأبيض بسعر 13 جنيه في عدد من منافذ محافظة مطروح، كمان تسليم 237 ألف من الكارت الذكي للفلاح في المنوفية، وأخبار تانية كتير هنتعرف عليها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من قنا اللي تم فيها إطلاق 10 معارض أهلا رمضان بمراكز المحافظة لمحاربة الغلاء وبيع جميع السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين بأسعار مخفضة وتنافسية عن مثيلتها في الأسواق. في دمياط قالت الدكتورة جيهان الديب مدير عام الإدارة العامة للصيدلة بالمحافظة إنه تم تقديم الخدمات الدوائية ل 139 ألف مريض بالمجان خلال عام 2022. في مطروح أعلنت مديرية التموين بالمحافظة طرح كميات كبيرة من الرز الأبيض بمعارض أهلا رمضان بسعر 13 جنيه لكيلو الرز بالتعاون مع إدارة مباحث شرطة التموين بالمحافظة. في الإسكندرية تم الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة ثلاث مناطق عشوائية هي الدخيلة الجبلية والعصفرة إبلي ومحسن الكبري بنسبة إنجاز بتصل ل 98%، وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إن نسبة إنجاز أعمال التطوير في ثلاث مناطق أخرى هي سيدي بشر إبلي، دنا والمحروسة والحضرة الجديدة بلغت 95%، وده بيأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة للمواطنين ورفع العبء عن كاهل الأهالي في المناطق الأشد احتياجاً. في الشرقية أوضح شعبان أبو الفتوح رئيس حي أول الزقازيق إنه تم الانتهاء من تركيب بلاط الأنترلوك بشوارع منطقة النحال بتكلفة إجمالية 3 مليون جنيه، وده ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمنطقة. في المنوفية كشف المحافظ اللواء إبراهيم أبو ليمون إن إجمالي ما تم توزيعه منذ بدء العمل بمنظومة الحيازة الإلكترونية الكارت الذكي للفلاح وحتى الآن
بلغ 237,861 كارت ذكي، وأوضح إن المنظومة الجديدة بتأتي في إطار خطة الدولة لتطبيق التحول الرقمي بالقطاع الزراعي والتوجه نحو إقامة مشروعات زراعية حديثة تساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. في الغربية، أكد المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالمحافظة إن مواقع التجميع المجهزة لمحصول الرز الشعير بمراكز المحافظة استقبلت 58,000 طن رز شعير، وقال إنه بيتم متابعة آلية عمل منظومة توريد الرز بالمواقع المخصصة على مستوى المحافظة. في شمال سيناء، أكد المحافظ الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة إن منطقة الصناعات الحرفية في المساعيد بتشهد تنفيذ 48 ورشة حرفية مختلفة بتكلفة 50 مليون جنيه، وأوضح إنه بيتم دلوقتي تجهيز 35 ورشة منهم بالمعدات والآلات والماكينات اللازمة للتخصصات الحرفية المختلفة. وزارة الزراعة أصدرت بيان امبارح أكدت فيه أنه في ضوء ما تناولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بشأن بيع حديقتي الحيوان والأرمان، فأن وزارة الزراعة تؤكد عدم صحة هذه الأخبار المغلوطة جملة وتفصيلا، وبتؤكد كمان على أن الحديقتين ستظل تحت ولاية الوزارة، وأن تطوير الحديقتين هدفه إعادتهم إلى وضعهم السابق حتى تضاهي أفضل الحدائق العالمية وتقدم خدمة متميزة لشعب مصر العظيم. الوزارة كمان أكدت أن التطوير هيكون من خلال اتفاق مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي بهدف رجوع حديقة الحيوان للإدراج ضمن الاتحاد العالمي لحدائق الحيوان، وعدم المساس بالمساحات الخضراء والحفاظ على الأشجار والنباتات النادرة بالحديقتين. أكدت كمان على أن الهيئة القومية للإنتاج الحربي المستند إليها عملية التطوير والإشراف على التشغيل والصيانة والإدارة هتستعين بتحالف الشركات العالمية المتخصصة في تطوير الحدائق وبشراكة مع القطاع الخاص المصري بما يمكنها من تحقيق متطلبات التطوير، ولا صح إطلاقا للشائعات والأكاذيب بأن هناك نية لنقل ملكية الحديقتين لأي جهة. دلوقتي نروح لدينا مرة تانية عشان تعرفنا على آخر أخبار الطقس في القاهرة والمحافظات، فضلي يا دينا. فعلا يا جوانا، دلوقتي جه معنا وجولة سريعة عن أحوال الطقس. والنهاردة الطقس هيكون بارد الصبح بدري ويكون لطيف بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. كمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. في النهاردة فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة. كمان في فرص أمطار متوسطة قد تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 18، وأعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 25، وأقل درجة حرارة في كاترين 15 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية. رجعنا لحضراتكم من جديد، وهنروح دلوقتي لتعليقات حضراتكم على سؤال الحلقة. سؤال الحلقة مرة تانية، هل لازم تفكري جوزك كل شوية بالحاجة اللي طلبتيها منه ولا هو بيفتكر لوحده؟ نشوف بقى التعليقات يا شاذلي، شوف الموضوع ده ايه الناس رأيها ايه. قال لك هو بيفتكر لوحده، هنشوف. في الأستاذ كحلاوي فتحي محمد بيقول صباح الخير عليكم من أسيوط، صباح الخير عليكم، صباح الخير على كل أهالي أسيوط. بيقول الحمد لله أي واحد من أفراد الأسرة بيطلب حاجة حاضر إن شاء الله، وبحدد يوم وبالفعل بتكون فرجت ونشتري المطلوب، وبصراحة إن كان على المدام فطلباتها بتكون محدودة جدا، ربنا يحفظها ويبارك لنا فيها. ست الكل اللي منورة البيت، يا رب يا رب، ربنا يهديك طبعا، ربنا يهديك. في سهام هيكل بتقول صباح الخير عليكم، أما سؤال الحلقة فأقول إن زوجي لم أفكره لأنه دايما فاكرني، متجوزين من 33 سنة والحمد لله وربنا يحفظه، واتمنى من الله ان يكون زوج بنتي واولادي زيه بالظبط في المعامله الحسنه، اللهم امين. في محمد فهمي بيقول بصراحه بصراحه، بلا انا من التعليل اللي بقوله بصراحه بصراحه ده، بيبقى الجاي يعني في بيقول بنسى من اول مره ومفيش مانع لما زوجتي حبيبتي تفكرني بمكالمه التليفون. ماشي. ما تنساش العيش الفينو عشان سندوتشات الاولاد واللانشن يعني في بقيه الطلبات، وكتب لنا احنا الطلبات. لا مش هو بيفكر نفسه تقريبا بالتعليق، فهو الرد بقى حاضر يا ماما، هو بيقول حاضر. وبعدين هي بتكمل ويا ريت تجيب معاك ازازه زيت بالمره. تحسوا كده طلبات البيت بتحلو لما الراجل يكون رايح الشغل او خارج من البيت. اصل برضو احنا بنطلبها على فكره، بس احنا كمان يعني احنا كمان بننسى، فبنحاول نطلب مره واحده عشان بننسى. طيب لما انتوا بتنسوا يبقى نراعي الازواج، بسيطه يعني طالما انتوا بتنسوا نراعي الازواج. صوفيا ابو هبه بتقول صباح الخير على اسره البرنامج، اتمنى لكم يوم جميل، صباحك فل يا استاذه صوفيا.
طبعا لازم افكره، اما بالنسبه لحاجات البيت فانا اللي بعملها، شفتي بقى الناس، وانا المسؤول عن كل حاجه مرتبطه بالولاد. ونروح يجيب حاجات للبيت، يجيب نصها ينسى نصها. ده هو هنا عامل خطه بالمناسبه استاذ صفي، انا عايز اقول لك عليه ان هو ما يجيبش الحاجات اللي اسهل لها هي تجيب. لا هو مش اسهل لها، هو عامل خطه انه في الاخر يوصلها، لان زي مثلا ايه، ما واحد بيقول لمراته قومي اعملي شاي، فبتعمل شاي وحش مره واثنين وثلاثه، فهو الراجل بيقول ايه، لا ما بتعرفش تعمل شاي، فبيقوم يعمل لنفسه. دي خطه بالمناسبه. طب انت عارف ان انت اكتشفت خطته؟ ما انا انت عارف كده؟ ما هو احنا لازم نوعي الناس، دورنا التوعيه. واحنا دايما بننسى. حلو حلو النقطه دي. في احمد فرج بيقول صباح الخير والسعادة عليكم. صباح الخير عليك يا استاذ احمد. بيقول اولا احب اقول لكم ان الحياه الزوجيه مشاركه بين الزوجين والتفاهم، ومش عيب لما الزوجه تفكر زوجها بالطلبات، واحيانا بننسى طلب من الطلبات، فعادي مفيش اي مشكله انزل تاني للسوبر ماركت اللي تحت العماره ونعيشها بسعاده عشان ملهاش اعاده. تحياتي ليكم. واحنا والله تحياتنا ليك يا استاذ احمد، والدنيا سهله فكر مره تاني تنزل تجيب، مش لو حاجه مش مهمه ممكن تجيبها تاني يوم، يعني مش صعبه. وبالمناسبه انا مبسوط من التعليقات بجد، فيها نوع من الانسجام والتفاهم كده ما بين الزوجين ايا كانت المشاكل اللي بينهم، بس واضح ان في انسجام ما شاء الله. يعني في من ضمن تعليقات احمد سنوسي بيقول صباح الخير على اجمل برنامج مصري. والله مش كل الرجاله، بس ساعات ضغوطات شغل بقى وكده، انا معايا ابويا لامي تقول له على حاجه يجيبها ما ينساهاش خالص، بسم الله ما شاء الله. في واحد برده بيفضح خططكوا تاني، في استاذ حسين سليمان يقول في رجاله بتنسى ولازم تفكريها عشان بينسى من ضغط الشغل. بس مثلا يعني لو جبنه او خضار ما بينساش، بس لو بقى ذهب او ثلاجه او حاجه تانية ممكن ما يفتكرش عادي. طبعا مش هنفتكرها دي خالص، دي اصلا مش هنفتكرها يعني. في من التعليقات بودي بيقول، بودي ورودي على ما يبدو ان هو حساب باسم مجموعه اطفال مع بعض، صراحه طلباتي عند زوجي اوامر، هو محترم بجد وربنا يخليه لي، اللهم امين. في ادري عبد الستار بيقول صباح الخير عليكم. صباح الخير عليك. بيقول الحياه الزوجيه، شايف الكلام بقى العاقل موزون. صباح الخير عليكم. الحياه الزوجيه عشان تستمر وتثمر لازم فيها مبادله الادوار والمشاركه واحترام كرامه الطرف الاخر، خاصه المراه، لانه دليل على الحب. شكرا. صح. طبعا في كمان محمد بيقول احنا مش بنفتكر اكلنا ايه امبارح عشان نفتكر طلبات الستات. بس انا يعني في استاذ علاء مقبل بيقول صباح الخير عليك يا شاذلي يا غالي، صباح الفل عليك يا جمانه، صباح الخير على حضرتك. صباح الفل. بيقول مش لازم طبعا تفكرني، هي الكلمه تتقال مره واحده. سيطره. انا احترمك بجد والله، بحترم الراجل الواضح والصريح. هاني بيقول، هاني محمد بيقول صباح الخير عليكم، لازم تفكرني، حصل مره وانا في المحل وزوجتي بتفكرني بالطلبات وهات كذا وكذا وما تنساش، وانا بقول لصاحب المحل على الطلبات، لقيت نص الطلبات ما جاتش، ورحت البيت وانتوا عارفين الباقي. لو انت عداك العيب، انت عملت اللي عليك، انت قلت لصاحب المحل خليها بقى تواجه، هي تواجه صاحب المحل، انت اخلع انت بقى وخليهم يواجهوا بعض. مش داخل الخلاف. على اي حال ده كان بعض من تعليقات حضراتكم، واكيد يعني متابعتنا لمشاركتكم مستمره، المشاركات الحقيقه لطيفه جدا. على اي حال هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر، مستمره معاكم لغايه الساعه 10 الصبح. دلوقتي هنتعرف مع حضراتكم على اهم الاحداث اللي هتحصل النهارده ان شاء الله، وكمان اهم المباريات اللي هتتلعب في الدوري الاسباني. بن
بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالون نقاشي عن دمج وتأهيل المفرج عنهم بقوائم لجنة العفو الرئاسي، وده في إطار الفعاليات اللي بتنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة المدرجة ضمن الحوار الوطني. ويتناول الصالون مجموعة كبيرة من المحاور، منها قرار إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي وآليات دمج المفرج عنهم ودور الدولة والمجتمع المدني لإزالة وتقليل التحديات أمام فكرة إعادة الدمج والتأهيل وتفعيل استراتيجية حقوق الإنسان في إطار مخرجات لجنة العفو الرئاسي ورؤية الدولة. النهاردة مجلس الدولة هيفتح الباب لتقديم ملفات وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة بوحدة تعيينات الأعضاء، وهيستمر لحد يوم الأربعاء 25 يناير 2023 لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من الذكور والإناث. النهاردة هتستأنف كليات جامعة القاهرة عقد امتحانات نهاية الترم الأول، وده على مستوى كليات الجامعة وطبقاً للجداول اللي تم إعلانها بعد الانتهاء من أجازة عيد الميلاد المجيد. لعشاء الدوري الأسباني موعدهم النهاردة مع مباراة قوية في ختام الجولة 16 من المسابقة، هيلتقي أتلتيك بلباو مع أوساسونا الساعة 10 بالليل. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون بارد الصبح بدري ولطيف بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، وكان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. في النهاردة فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة. كمان فرص أمطار متوسطة قد تصل لحد سيول على شمال ووسط سيناء. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن حالة الطقس من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. الناس كانت بتسأل فين الشتاء امبارح، يعني شفنا الأجواء كلها الشتوية في ثلاث ساعات تقريبا، يعني معظم محافظات الجمهورية. العديد من المناطق فعلا شهدت سقوط أمطار متفاوتة الشدة، حتى من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وبعض المناطق كمان شهدت كرات الثلج زي مدينة العاشر من رمضان. تفسير اللي حصل امبارح يا دكتور؟ بالفعل احنا بالامس شهدنا ذروه حاله عدم استقرار في الاحوال الجويه، وكان ده بسبب تاثير منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا وايضا منخفض سطحي على البحر المتوسط. وجود المنخفضين عملوا على حاله عدم الاستقرار مع حركه المنخفض الجوي من جهه الغرب الى جهه الشرق. شهدنا خلال فترة المساء تحديدا وساعات الليل ذروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية. كان في طبعا أمطار متفاوتة الشدة ورعدية، وتساقط كمان معها حبات البرد أو الكرات الثلجية، وده بسبب تطور السحب إلى سحب رعدية وفرق درجات الحرارة الكبير بين طبقات الجو العليا وأيضا سطح الأرض اللي بيوصل لأكثر من 40 تحت الصفر، فبالتالي بتتطور السحب بشكل كبير وتساقط معها حبات البرد. والأمطار شملت أغلب محافظات الجمهورية حتى محافظات شمال الصعيد وبعض المناطق كمان من جنوب الصعيد. اليوم المنخفض الجوي تأثيره أكثر هيكون في الجهة الشرقية على المناطق الشرقية، فكميات الأمطار اليوم هتكون أقل من اللي شاهدناها بالأمس، لكن هتكون أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء، ونتيجة طبعا الطبيعة الجغرافية في شمال ووسط سيناء ممكن تتشكل بعض السيول الخفيفة في المناطق دي. أمطار ما بين يعني الخفيفة إلى المتوسطة على بعض المناطق من السواحل الغربية محافظات الوجه البحري، بعض المناطق من جنوب سيناء، قد تصل الأمطار خفيفة كمان اليوم لبعض المناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. والأمطار طبعا بتكون على فترات متقطعة وتختلف من منطقة لمنطقة، بالإضافة كمان مع وجود الأمطار وتكاثر السحب في انخفاض طفيف في درجات الحرارة بحوالي درجة لدرجتين على أغلب مناطق الجمهورية. العظمى على القاهرة الكبرى متوقع تكون 18 درجة مئوية خلال فترة النهار. هنبدأ نحس بالأجواء الشتوية وانخفاض درجات الحرارة أكثر مع تقدم الأيام في شهر يناير. الأجواء اللطيفة الشتوية فترة النهار، الباردة إلى شديدة البرودة خلال فترات الليل. من غدا إن شاء الله هيكون في تحسن نسبي في الأحوال الجوية. بالظبط، لان الناس كتير بتسال، خصوصا ان معظم اولادنا هيكون عندهم امتحانات الترم الاول من العام الدراسي خلال الاسبوع ده والاسبوع الجاي، هل هنشاهد يعني تلك الاجواء الشتويه اللي كانت قويه جدا بالامس مره ثانيه خلال الاسبوع ده؟
على مدار هذا الاسبوع ان شاء الله خلال الايام القادمه فرص الامطار هتنحصر فقط في السواحل الشماليه وهتكون ما بين الخفيفه في بعض الايام خفيفه المتوسطه. السواحل الشماليه وشمال الوسط البحر ان شاء الله مش هتوصل للمناطق الداخليه، لكن تمام. هيكون طبعا في شبوره مائيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه طبعا بعد توافر عامل الرطوبه بعد سقوط الامطار. وكمان هيستمر معانا انخفاض درجات الحراره باقي ايام الاسبوع ان شاء الله. ان شاء الله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معانا. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره والعظمى 18، الصغرى 12، العاصمة الإدارية 19 11، الإسكندرية 19 13، العلمين الجديدة 18 12، مطروح 18 13، دمياط 19 11، بورسعيد 19 13، الإسماعيلية 19 12، السويس 18 12، العريش 18 12، كاترين 15 4، طابة 18 10، حلايب 23 14، شلاتين 25 15، شرم الشيخ 23 15، الغردقة 23 16، الفيوم 20 10، بني سويف 20 8، الوادي الجديد 20 9، أسيوط 20 8، سوهاج 20 8، قنا 21 9، الأقصر 21 8، وأخيرا أسوان 22 10. حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس، لكن يجب توخي الحذر أثناء القيادة في الأمطار، وكمان نخلي بالنا أن الجو هيكون بارد جدا في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر. وبنأكد مرة تانية أن هناك تنسيق مشترك من الهيئة الأرصاد الجوية مع جميع المحافظات لمراعاة أي أمطار أو أي أحداث جوية ممكن تحصل مرة تانية. هرجع مرة تانية لشاذلي وجمانة علشان نكمل معكم فقرة صباحية مصر. نشكرك يا دينا. شكرا جزيلا. هنروح مع حضراتكم الحقيقة القصة، يعني قصة تحدي، قصة تحدي لطالبة قدرت أنها تنتصر على السرطان، كمان قدرت أنها تبتكر تطبيق للعلاج من الاكتئاب. فكرة التطبيق ده جات لها خلال تجاوز أزمتها النفسية بعد وفاة والدها، وتمت تجربته الجهاز، يعني تمت تجربة الجهاز ده على 200 حالة داخل مصر وخارجها على أعمار من سن المراهقة حتى 50 سنة، وحققت نجاح بنسبة 83% في علاج الاكتئاب. خلينا نعرف تفاصيل أكتر. طبعا معانا عبر زوم الطالبة شهندة خيري. شهندة صباح الخير عليكي، منورانا في صباح الخير يا مصر. صباح النور يا فندم. طيب يعني الحقيقة أنا بحييكي، أنت مش بس بحييكي على أن أنت مريتي بظروف صعبة وقدرتي تحاربيها وقدرتي تقفي قدامها، لكن كمان أن أنت قررتي أن أنت تساعدي غيرك وتشاركي تجربتك وازاي قدرتي تخرجي من المحن دي، فانا طبعا بهنيكي وبحييكي، لكن عايز اعرف منك ونعرف الساده المشاهدين ايه هو التطبيق ده، بيشتغل ازاي، عباره عن ايه؟ اهلا بحضرتك. الاول التطبيق بيشتغل ازاي؟ هو عباره عن اول ما بتدخلي التطبيق بديكي كود حفاظا على سريتك التامه، وبعد كده مقياس الاكتئاب، مقياس السعاده، وتحليل شخصيه، بس ده في هيئة لعبة. يعني الفكرة نفسها من اللعبة نفسه ان انا ببقى مش عايزاك تحس ان انت داخل يعني حاجة كده بتشتغل بيها كتريتمنت. هو الهدف منها ان هي لعبة. بعد كده ده كله بيتنقل للدكاترة، وبيبدأوا الدكاترة مدة العلاج 30 يوم، وبعد كده بيبقى فيه متابعة مدى العمر. طيب ده عظيم. انت ايه اللي خلاكي تفكري انك تعملي التطبيق بهذا الشكل؟ اللي خلاني افكر ان انا اعمل كده بعد ما انا اتصبت انا بالاكتئاب بشكل شخصي، بدات ابحث ايه الفرق ما بين الاكتئاب وايه الفرق ما بين الحزن. طيب يا ترى الاكتئاب ليه انواع؟ طب ليه علاج؟ طب ايه كل حاجه فيه؟ بعد كده بدات ادرس انا شخصيا، فاخدت دبلومه في الصحه النفسيه، ودلوقتي لسه مستل بدرس برضو، بس مش دبلومه، يعني بدرس دراسات اكتر عشان افهم كل حاجه عن الصحه النفسيه بشكل كبير. طالما كان في الوقت دوت بدأت الألعاب الانتحارية زي لعبة الحوت الأزرق، وستيل هنقول إن هي المين سورس بتاع أي لعبة نزلت بعديها مهما اختلف أسمائهم أو أنواعهم. إيه؟ كملي من سمك اتفضلي. مهما اختلفت أنواعهم أو أسمائهم هي ستيل هي المين سورس. فبدأت طالما في ألعاب بتعمل كده يبقى اكيد في الرايت سايد اكيد في العاب هتعمل العكس. يعني ان حاولتي يعني ان انت تواجهي الالعاب دي بشكل
يشد الناس برضو بنفس الفكرة. طيب بالظبط. يعني برضو لو هسألك، انت عديتي بيمكن ظروف صعبة وقدرتي انت تخرجي، قدرتي انت طبعا تخرجي منها، فلو هقولك هتقولي كده بعض النقاط للمشاهدين لأي حد بيمر بظرف صعب أيا كان ايه نوع الشيء اللي بيؤزمه، شايفة ان ايه اهم الخطوات اللي لازم اي حد حاسس باكتئاب، حاسس ان هو محبط، المفروض ان هو يقوم بيها؟ رقم واحد، وانا كنت بعالج الناس، الفئة الوحيدة اللي انا ما قربتش منها هي كانت فئة رجال الدين، سواء باختلاف الديانة نفسها. يعني الفكرة نفسها ان انت يكون في علاقة قوية بينك وما بين ربنا بشكل كبير. والرضا، يعني ده طلع حاجة سامية جدا. هو الاكتئاب عبارة عن اسلوب اعتراض، ان هو تغير في، يعني لما بيجوا يقولوا تعريفه كده في الصحة النفسية، هو تغير في كيمياء المخ. فالكيمياء دي بتحدث عن طريق ان انت حاجات كتير قوي، منها المؤثرات اللي موجودة في حياتنا زي السوشيال ميديا، منها برضو عدم الرضا، منها اسباب كتير قوي ان احنا ناس كتير بقينا شايفين ان النجاح سهل، على الرغم ان هو مش سهل، بقينا شايفين ان هو محتاج يتقدم لنا على طبق اكتر من ان انت لو سعيت عليه هتحس ان انت كل خطوه بتوصل لها بجد بنجاح رهيب. كل حاجه، احنا بقينا دلوقتي في مجتمع برضو، انا ده حصل لي، قد ما انت بتنجح قد ما انت تلاقي مواجهات. فدايما كانت في مقوله كده للشيخ الشعراوي، لكل نجاح ضريبه، فانجح ووسع جدا لغايه كل خطوه انت هتنجح فيها هتحس برضا جدا عن نفسك باختلاف النجاح، حتى لو حاجه بسيطه جدا. يعني عظيم. مش النجاح اللي هو انا وصلت للعالميه، لو مثلا اكزام مثلا ليك في الجامعه نجحت فيه، حس بفخر انت نجحت فيه، ايه المشكله؟ صحيح. طيب واحنا بنتكلم عن التطبيق برضو، انا عايز اعرف منك شويه معلومات كده عن التطبيق. يعني انت اولا جربتيه ازاي؟ احنا بنتكلم دلوقتي ان هو تم تجربه هذا التطبيق على 200 شخص داخل مصر وخارجها، ازاي قدرتي تعملي التجربه؟ جربته ازاي؟ كنت في الفتره ديت في مسابقه انتل ايسف، كانت البدايه ليا، وكنت كان معايا دكاتره كتير، وحتى كان في تقارير معايا لدكاتره بتاع عميد كليه اداب علم نفس جامعه المنوفيه، وعميد كليه حاسبات ومعلومات. وبالنسبه للدكاتره هنا عندنا في طب نفسي علم نفس، في طب نفسي في جامعه المنوفيه، فكانوا بصراحه بيساعدوني جدا، وكنا بنبدا نطبق الحاجه. اول ما طبقته كان فشل ذريع، بس الحمد لله يعني بعد 4 سنين بدانا نشوف واحده متعوده. انت على التحدي، انت متعوده على التحدي. بص هقول لحضرتك حاجه، هو مش دايما، بس هي الفكره نفسها في البدايه لما كنت بخسر، والدتي كانت الداعم الاساسي ليا. فلو خسرتي النهارده هتكسبي بكره. ربنا يخليها لك يا شهندة، احنا يعني فخورين بيكي الحقيقه. ويعني دايما زي ما انت اتكلمتي فكره الرضا، يمكن سبب الاكتئاب فعلا عدم الرضا اللي بيبقى جاي من رفض الواقع، او حتى يمكن ان احنا بنعلي قوي توقعاتنا، سقف توقعاتنا مع عدم السعي، فطبعا اكيد النتيجه ما بتبقاش يعني مرضيه. على اي حال مشكورك جزيل الشكر الطالبه شهندة خيري، نورتينا في صباح الخير يا مصر. دلوقتي ناخد مجموعه من التعليقات اللي جات لنا على سؤال حلقه النهارده. هل ضروري تفكري زوجك بالطلبات اللي طلبتيها منه، ولا هو ممكن يفتكر لوحده؟ صباح الورد ساعات وساعات، ربنا يعينهم برضو بيتعبوا. دي ايمان علي. في مو علاء، صباح الخير بيفتكر لوحده. صباح الفل. خير الكلام ما خلى بيشتغل لوحده. في حسين سليمان بيقول صباح الخير، في رجاله بتنسى لازم تفكريه عشان بينسى من ضغط الشغل، يعني لو عيش او جبنه اكيد طبعا هيفتكر. ده قريتيه انت التعليق ده ما اعتقد. صباح المعتز حسن بيقول صباح الخير والسعاده عليك، واكيد بيكون في مشاركه، دي طبيعه الحياه. بص هنزعل بقى، بس بصراحه الستات طلباتهم مش بتخلص، انا كل يوم بجيب طلبات ولسه متجوز من شهر ونص. لا ده لسه بدري قوي. لسه بتقولي هادي، لسه شهر ونص، ربنا معاك. ده لسه. شيماء عبد الوهاب بتقول انا معظم الوقت انا اللي بجيب الطلبات وبنسى. اهو بقى ده اللي كنا بنتكلم فيه، يعني هي كمان بتنسى. فلما هي كمان بتنسى، على فكره عادي بشر. ما هو كمان، وهو ايه كائن فضائي، ما هو بشر. لا يعني هو بينسى واحنا بننسى، بس نسبه النسيان. بصي بقى شوفي بقى، وهو اللي بيجيب اللي انا نسيته. سلام، لخصت كل الكلام. بيكملوا بعض ما شاء الله.
في استاذ عبد العزيز كمال ابو جبل بيقول صباح الخير والسعاده عليكم وعلى كل المصريين. على حسب الزوجه، على فكره الراجل لو رايق مش هينسى اي حاجه، ولو متضايق اكيد هينسى كل حاجه، واحتمال ينسى هو طلع من البيت ليه اصلا. طيب خليه رايق بقى عشان يفتكر عشان ما ينساش. اسلام يونس بيقول صباح الخير عليكم، بعد ما بتكلمني وتقول لي على الطلبات بقول لها ابعتي لي على الواتساب عشان افتكر. كلنا كده يا استاذ اسلام، انا لسه الاوردر جاي لي دلوقتي. غالبا احنا اللي فكرناها. في مينا رفعت بيقول صباح الخير يا جوبانا وشاذلي، صباح الخير على حضرتك. بيقول اهم حاجه يبقى بين الراجل وزوجته الاحترام والموده والرحمه والتفاهم والاحتواء والمشاركه والكرامه، وركز على الكرامه للناس اللي تقول لك مفيش كرامه بين الزوجين والتقاليد الغريبه دي. والاجابه على سؤالكم هو الراجل مش بيتضايق انها بتقول له كل شويه، انا عن نفسي مش هيبقى عندي مشكله، بس الفكره انها ممكن تكون بتتصل في وقت غير مناسب. على سبيل المثال بتتكلم مع المدير او اجتماع شغل او بتعمل حاجه مهمه في الشغل، ولو نسي تبعت نجيب من السوبر ماركت بالتليفون، خليكي كول يعني. الدنيا بسيطه. رامز من دلوقتي بيقول انا بتبعت لي برضو الاوردر على الواتساب، ولو نسيت حاجه وبروح البيت بنزل اجيبها تاني. اطلب منك بقى تركز، انت اللي هتنزل تاني. اكيد كده هيفتكر. هبة سعيد بتقول لما كنتش انا افكره مين يفكره مثلا. وجهه نظر. طبعا هي الكلمه تتقال مره واحده. من علاء مقبل بيقول مش لازم طبعا تفكرني. في شمس النهار شعبان حجازي صباح الورد والفل ولي ياسمين، عشان انا بحبه من وقت للتاني افكره، وهي تلكيك لمواصله الحب الدائم من غير حسد. ربنا يحفظكم يا رب. وانا عجبني بصراحه حاله الانسجام ما بين دي حقيقة اللي بتعلق على سؤال حلقتنا النهارده. طبعا في انتظار مزيد من تعليقاتكم على سؤال حلقتنا النهارده، لكن دلوقتي ميعاد موجز لاهم الاخبار مع دينا. شكرا لك شاذلي. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكدت الحكومة عدم صحة ما تناولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بشأن بيع حديقتي الحيوان والأرمان، مشددة على أن الحديقتين تتظلان تحت ولاية وزارة الزراعة. وفي هذا الصدد أشارت الحكومة إلى أن الحديقة تعرضت للإهمال خلال العقود الماضية، حيث لم تشهد أي تطوير يذكر، مما أدى إلى خروجها من التصنيف العالمي لحدائق الحيوان ونفوق العديد من الحيوانات. وفي إطار توجيهات القيادة السياسية، فقد سعت وزارة الزراعة إلى عرض مسألة تطوير الحديقتين بشكل يساهم في إعادتهما إلى وضعهما السابق لتقديم خدمة متميزة لشعب مصر العظيم. كثفت الأجهزة التنفيذية من رفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع وتسهيل حركة المواطنين والسيارات بالشوارع الرئيسية والكباري والأنفاق. وأكد المحافظون أن جميع رؤساء الأحياء ومسؤولي شركتي المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة متواجدون بالشارع ميدانيا، مشددين على كافة المسؤولين التنفيذيين بالتعامل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور. تفقد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا القصر الرئاسي والمحكمة العليا فور عودته إلى برازيليا بعد اقتحامها من جانب أنصار الرئيس السابق جاير بورسونارو. وشدد الرئيس البرازيلي على أن الديمقراطية تضمن حرية التعبير، لكنها تتطلب أيضا احترام المؤسسات، متعهدا بمحاسبة كل من يقف وراء تلك الأحداث. وفي وقت سابق أصدر الرئيس البرازيلي مرسوما رئاسيا لفرض القانون والنظام للسيطرة على أعمال الشغب في العاصمة، حيث ستتولى قوات الأمن الفيدرالية مسؤولية تأمينها حتى نهاية الشهر. هذا واعتقل 150 شخصا على الأقل من أنصار رئيس البرازيل السابق جاير بورسونارو، بعد أن تمكنت قوات الأمن البرازيلية من استعادة السيطرة على القصر الرئاسي في العاصمة برازيليا. كما تمكنت قوات الأمن أيضا من استعادة السيطرة على البرلمان والمحكمة العليا. ومن جانبه أكد الرئيس البرازيلي السابق أن المظاهرات السلمية جزء من الديمقراطية، ولكن اقتحام المباني العامة يمثل تجاوزا.
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن القوات الأوكرانية تصد الهجمات المتواصلة على مدينة باخموت في منطقة دونباس الشرقية وتحتفظ بمواقعها في سوليدار القريبة في ظروف صعبة جدا. وأضاف زيلينسكي أنه على الرغم من تدمير معظم مدينة باخموت فإن الجنود الأوكرانيون يصدون المحاولات الروسية المستمرة للتقدم. وانتقد زيلينسكي مجددا ما قال إنه عدم احترام روسيا للهدنة التي أعلنتها بمناسبة عيد الميلاد بشنها هجمات على المدن الأوكرانية. أعلن الجيش الصيني أنه أجرى تدريبات قتالية حول تايوان في ثاني تدريبات من نوعها خلال أقل من شهر. وقالت قيادة المنطقة الشرقية بالجيش الصيني إن قواتها نظمت دوريات استعداد قتالي مشتركة وتدريبات قتالية فعالية في البحر والمجال الجوي حول تايوان. ختام موجز الثامنة فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. الحقيقة إنه دايماً بنقول إن الأطفال هم مستقبل أي وطن ومستقبل أي مجتمع. المستقبل ده لازم يكون مثقف وواعي. وانطلاقاً من هذا المبدأ، الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت مبادرة إحياء المسرح المدرسي والفنون بالمدارس المصرية. ده من خلال العرض المسرحي تقدر، عشان يكون عندنا جيل واعي ومثقف وعنده رؤية فنية وأدبية. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه المبادرة وأهميتها من ضيفنا الناقد الفني أحمد سعد الدين. صباح الخير على حضرتك، نورنا في صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا. صباح الخير يا أستاذ. صباح الخير. واحنا بنتكلم عن هذه المبادرة يا فندم، إحياء المسرح المدرسي مرة تانية، وإنه يتعامل كمان بشكل يقدر إن هو يجذب طلاب المدارس اللي دلوقتي بيشوفوا حاجات على مواقع التواصل الاجتماعي وبيشوفوا يمكن حتى ما عندهمش وقت ولا ساعة صدر إن هم يتفرجوا على مسرحية. احنا متعودين على الفيديوز الثلاث دقايق والمقاطع الخمس دقايق والحاجات دي، فإزاي قدرنا نعمل المبادرة دي وأهمية هذه المبادرة؟ بالنسبة للمسرح المدرسي في شكلين من المسرح المدرسي. في شكل إن أنا جوه المدرسة عندي مسرح، فبقدر إن أنا أخد التلاميذ أو الطلبة أو أيا كان أعمل بيهم مسرحية كنشاط، وعلمهم يعني ايه مسرح ويعني ايه تذوق للفنون والكلام من ده، وده نشاط مهم جدا. صحيح. بعد كده في ممكن مسرحيه تتعمل بامكانيات اكبر بنجوم معروفين بالنسبه لهم محبوبين، وتعرض على احد المسارح ثم يجي الطلبه او التلاميذ يتفرجوا عليها. النوع الاخير زي ما حضرتك قلتي ان كان في مسرحيه اللي هي تقدر، ودي كان فيها عناصر جذب كتيرة جدا وشدت حاجتين. طالما أنا خارج المدرسة ورايح مسرح زي الأوبرا أو غيره، أنا التلميذ أو الطالب ما بيجيش لوحده، بيجي كمان معاه أهله، فهنا الفارق. أنا ربطت الطلبة بمسرحية فيها عناصر جذب، وربطت أهلهم كمان إن هم شافوا مسرح اللي هو بقالهم فترة طويلة ما يعرفوش يعني إيه مسرح مدرسي. نيجي للنقطة التانية ودي كانت مهمة جدا، أن المسرح المدرسي بداية من المرحلة الابتدائية ثم الإعدادية ثم الثانوي إلى أن نصل للجامعة بيطلع بيفرغ طاقات مهمة جدا، خاصة للطلبة اللي هو اللي عنده حس فني. فأنا بنميها هنا فيه. لما أنمي الحس الفني في الطالب أنا بعمل حاجة جميلة جدا، أنا بس مش بخليه يمثل مسرحية أو يفهم يعني إيه مسرح، ده أنا كمان باخده بخلي مخه يشتغل. المخ لو اشتغل هيسأل في إيه وده ليه وده صح وده غلط. هو ده خط الدفاع الأساسي ضد الإرهاب. ليه؟ لأن طبعا الإرهاب بيقول له إيه؟ ما تفكرش. صحيح. تمشي تنفذ تمشي خلاص. لا، أنا بصنع ببني عقل، فده الشيء المهم. عظيم جدا. انا ببني عقل زي ما حضرتك قلت. نبدا مع الاطفال من سن كام؟ يعني هل لما يكبروا مثلا فاحنا نحس ان هم عندهم الحس الفني
او الموهبه، ولا انا احاول انا استخرج هذه الموهبه منه وهو طفل وهو لسه مش فاهم؟ هو في مثل عندنا لذيذ جدا بيقول لك التعليم في الصغر كان نقش على الحجر. يعني انت من المرحله الابتدائيه بعض النصوص اللي كنا بنحفظها لو اتعملت كتمثيل مسرحي في الفصل نفسه بتبقى بتيجي في عقل التلميذ خلاص بتثبت. ليه؟ لأنه بيحس أنه جزء من المنظومة دي. بعد كده بيعمل يعني لما يكبر شوية يبتدي يعمل مسرحية، نشاط مسرحي. لو رجعنا لورا شوية هنلاقي أن من أعظم الممثلين اللي احنا شفناهم هم طالعين من المسرح المدرسي. محمود المليجي طالع من المسرح المدرسي، نور الشريف طالع من المسرح المدرسي، طبعا عادل إمام وسعيد صالح والمجموعة دي كلها بعد كده المسرح الجامعي. ولكن الأصل جاي منين؟ من المدرسة. طيب ده ياخدنا لنقطة مهمة جدا، فكرة ان انا يكون عندي عرض مسرحي مدرسي قبل ما يبقى زي ما حضرتك اتكلمت ينتقل للنوع التاني، ده محتاج ان انا يكون عندي برضو كوادر قادرة انها تدرب الطلاب صح، تنمي الموهبة صح، تعرف حتى ترد على تساؤلات الطلاب صح لما يجي يسأل وعايز يعرف حاجة. لازم يكون برضو مدرك لعناصر الجذب اللي لازم تكون موجودة عشان أقدر أجيب طلاب يقدروا يشاركوا في هذا العرض. يعني لازم عناصر كتير جدا تكون متوفرة، مش فكرة يلا مين هيحضر، مين هيشارك في المسرحية، مين هيبقى موجود. وعشان نكون برضو صراحة، في فترة يمكن فاتت من فترة كان ممكن أي حد يشارك في المسرحية لمجرد مثلا أنه يعدي حصص بس ما عندوش موهبة. بجد والله ده كان بيحصل حقيقي. حضرتك فجرتي قضية كبيرة جدا اللي هي إيه؟ عشان أعلم الطلبة صح لازم أجيب لهم حد متخصص فاهم. طيب هنا كان في فترة من الفترات كان بيبقى زي بروتوكول ما بين وزارة التربية والتعليم وزارة الثقافة، عندي أساتذة المسرح اللي في فنون مسرحية وغيره وغيره، ما كل دول ليه ما يبقاش موجود معاهم في المنطقة التعليمية؟ ليه؟ لأن المدرس مهما كان هو في الأول وفي الآخر ماسك المنهج بتاعه. صحيح. لكن آليات المسرح أفهم الولد إزاي يقف، إزاي يمشي، يفكر ازاي في الشخصيه اللي هو فيها، القاء الـ 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 الحروف، مخارج الالفاظ، كل ده بيجي منين؟ من الاستاذ اللي جاي اللي هو متخصص في المسرح. يعني انا فاكر استاذ نور الشريف وانا بتكلم معاه مره قال لي كان يجي لنا استاذ محمد توفيق فنان العظيم بيجي لنا المدارس وبيعملوا مسرح وفي مسابقات، ما هنا بقى انت مسابقات المدارس ومسابقات المناطق التعليميه. وكان بيتكلم وينقي الطلبة الأفضل عشان يعمل بيهم يعني زي المنتخب. هنا بقى بيقول له إيه؟ أنت بتتكلم إزاي؟ تاخد نفس إمتى؟ تفكر في الشخصية دي إزاي؟ المدرس ليه المنهج بتاعه. صحيح. لكن أنا عندي المتخصص بيعلم الولد من وهو صغير فنيات المسرح فيطلع عنده تذوق فني. عشان كده على فكرة دي النقطة دي هتساعد في حاجات كتيرة جدا اللي هي ايه؟ ان انت هتطرد الفن الغير جيد طالما طبعاً عندك قاعدة شعبية. صح. كبيرة جدا طبعاً من الطلبة او الاطفال اللي كبروا ما هم بيحبوا الجمال. كبروا على ايه؟ كبروا على ايه؟ وده صح. دي حاجة بالاضافة للنشاط المسرحي. النشاط المسرحي هو رواج كبير جدا، انت بتستغل طاقات الشباب الصغير ده وبتوظفها صح. صح. فدي من الحاجات الجميله. صحيح. احنا بدل ما نعمل مثلا مسرحيه زي ما حضرتك قلت وفيها مجموعه زي مسرحيه تقدر ونختار مجموعه من النماذج وليكن عندي 10 نماذج مثلا، لا انا اقدر اعمل الاف النماذج من المدارس لو اخترنا فعلا زي ما حضرتك قلت ايه متخصص في المسرح بس يكون موجود مش في المنطقه التعليميه، عشان برضو لما يكون في المنطقه التعليميه الاشراف والمتابعه هيبقى صعب عليه لان في مدارس كتيره جدا في كل منطقه تعليميه. احنا محتاجين حد فعلا، محتاجين وزاره التربيه والتعليم تهتم بهذا الامر وتخلي فيه متخصص موجود في كل مدرسه. صحيح. عشان تكون في حصه ثابته زي ما بنتكلم. ده كان موجود زمان، كان موجود، كان في حصه المزيكا والرياضه وكانوا برضو خريجي التربيه الرياضيه بيروحوا المدارس ويشوفوا، كانوا يعتبروا كشافين للمواهب. وعلى فكره دي برضو بالنسبه للمسرح تبقى انت بتكشف مواهب، لان ده ممكن حد من الطلبه او من الاطفال الصغيرين يشارك في مسرحيه اكبر. طبعا طبعا اكيد ده طالما موهوب بس العين الخبيره هي اللي انت محتاجها توظف
النقطة طبعا. الموضوع كمان ابعد اعتقد من فكره ان احنا بنكتشف مواهب او بننمي مواهب، لانه احيانا ممكن نحل بنبني جيل وممكن نحل مشكله عند طفل مثلا، مشكله نفسيه، بمعنى ممكن يكون طفل منطوي مثلا او بيتكسف بس عنده الموهبه بالزبط. بس محتاج حد يعرف يوجهه. ممكن طالب تاني عنده القدره انه يقف على المسرح بس ما عندوش الموهبه، بس عنده الشجاعه انه يقف على المسرح بالزبط. ويواجه جمهور بس بجد ما عندوش موهبه، وهيكتسب كل المهارات الاخرى بالزبط. على مدار الاعوام الدراسيه اللي هو بيدرسها. ما انا هنا بعلمه، انا مش شرط ان هو يكون موهوب 100%، لكن لو عنده سنه موهبه انا بنميها بكبره، ده اللي هيطلع وهيبقى فنان، وهيبقى مش شرط ان هو حتى يشتغل في المسرح، هيبقى شاعر. صحيح، ده اللي كنت لسه اقول لحضرتك، هيبقى مطرب. ما هو المسرح بيلم كل حاجه، يبقى يعني ممكن يخش في اي مجال من مجال الفنون، اي خط او اي قلم من مجال هيبقى فنان. صحيح، حتى لو اشتغل في اي شغلانه تانية بس عنده الحس الفني اللي هو الحس بالجمال. صحيح، بتفرق كتير، عنده القدره على المواجهه، عنده القدره على الارتجال بالزبط. انا بنيت شخصيه زي ما بنقول بالظبط، ببني جيل مش ببني طفل صغير، ده انا ببني اجيال كتيره جدا في هذا المسرح. حضرتك نتمنى ان احنا نشوف المواهب دي تكبر ويبقى في مسابقه اللي هي المسرح المدرسي. حضرتك ذكرت نقطة مهمة جدا وانت بتتكلم دلوقتي وبتقول حتى النصوص اللي بياخدوها ممكن يقوموا يمثلوها في حصة المسرح. تخيل مثلا لو نص تاريخي وقاموا الأطفال وهم صغيرين كده عشان يمثلوه، هيتعلموا ايه؟ هيتعلموا التاريخ، وهيتعلموا الإلقاء ومخارج الحروف، وهيتعلموا اللغة العربية السليمة والارتجال والمواجهة، وهيتعلموا حاجات كتيرة جدا. قعدنا فترة طويلة جدا عندنا مشكلة في ايه؟ احفظ الدرس ده وتعالى سمعه. لكن لما تيجي تمثله، عندي أربع خمس شخصيات في القصة دي ونيجي نمثلها مع بعض، الطفل الذاكرة بتاعته ذاكرة بصرية أكتر، هيحفظها وهتفضل في ذاكرته بشكل أكبر. تمام، فمن هنا عكس ما أنت مديله الكتاب وهو بيحفظ ويجي يسمع عامل زي الكاسيت، وممكن بعد شوية خلاص هيتنسي. صحيح، هو حافظ مش فاهم، وهو بيحفظ عشان الامتحان وخلاص. لكن هنا هو انت بتنمي فيه حاجتين، اولا الذاكره البصريه بتنفع في الحته دي، الحاجه الثانيه بتنمي فيه كمان ان القدره على التبادل الحديث. ما هو في طفل وخاصه في المرحله العمريه الصغيره، في طفل انطوائي زي ما حضرتك قلتي، ده ساعه ما يجي يقرا بيبقى وشه في الورقه وما بيشوفش حد وعايز يخلص اللي هو بيقوله مع السلامه. لكن هنا لما بيجي يمثل اللي هو بيعمله او يتفرج على المسرحيه، ما هي مش كل الاطفال صح. يعني انت عارف في كده درس ففي خمسه سته هم اللي هيمثلوها، لكن بقيه الاطفال عمالين بيتفرجوا، هيكتسبوا حاجات كتيره جدا وهيبقوا عايزين يشاركوا. يبقى انا هنا البناء الاساسي للشخصيه من العدم ابتديته. واللي ما شاركش مش شرط يكون الكل عنده موهبه فنيه، اللي ما شاركش على الاقل هنزرع فيهم حب الفن، تقدير الفن فني. دي حاجة هو يعرف جداً. يشوف الحاجة الحلوة. صحيح، ما يروحش للوحش. ما انت بتروح للوحش ليه؟ لان انت مش عارف حاجة. صح، لكن لما بتعرف معنى الحاجة الجميلة يبقى هنا انا بقدر افرق مزبوط. ما بين دولة. طيب نيجي بقى المسرحية تقدر، ازاي حضرتك شفتها وازاي شفت مناقشة العرض عدد كبير من القضايا خلال هذا العرض؟ هو طبعا المسرحية نفسها لما تتعمل يومين ورا بعض في مسرح الأوبرا وكم هذا الجمهور، ناقشت قضايا كتير، لكن أنا سيبك من القضايا اللي هي ناقشتها، أنا كان يهمني الجمهور اللي جاي مستقبلها إزاي، المرحلة العمرية اللي جت مستقبلها إزاي. لكن حصل حاجة أغرب، في بعض الطلبة جايبين أهليهم أو في أكبر مرحلة عمرية أكبر جاية تحضر، هي دي بقى اللي تفاعلت أكتر من حتى من الطلبة. ليه؟ في تعطش للموضوعات اللي احنا بنتكلم فيها، تعطش للكونتنت نفسه، الوقوف على المسرح في المكان الجميل بإبهاره بالإضاءة بالمزيكا بالكلام بالكل حاجة، كل ده كان يهمني أكتر ما هي بتقول إيه، لأن أنت عملت أهم نقطة في المعادلة كلها، حركت العجلة إن الناس نزلت من البيت جت لحد عندي. دي اقدر اقول استغل ده خطوه اولى بستغلها. ازاي بقى مسرحيه زي دي اتعملت يوم 7 و8، يعني يومين. طيب بعد شهرين ممكن ان انا اعمل مسرحيه جديده، اناقش شكل جديد،
الفنانين الكبار يقدروا ان هم ييجوا ليه؟ لان هم عنصر جذب. طبعا طبعا. انا النهارده لو جبت مثلا على سبيل المثال فنان كبير زي يحيى الفخراني، لو انا جبته قلت له والله في مسرحيه انت هتعملها لي يوم، هيوافق. ليه؟ لان هو عارف قيمه الجمهور اللي هيقف قدامه، ده مش جمهور محترف ولكن جمهور بيبني له شخصيه هيجي. وده دور الفنان الحقيقي. ده دور، ما هي ده بقى الدور الاساسي للفنان، مش ان هو قدام الكاميرا بس، ليه دور اخر، عنصر فاعل في المجتمع. طبعا. فده اللي احنا محتاجينه، محتاجين العجله تدور، لكن الخطوه الاولى تمت بنجاح. طيب بالنسبة ممكن حد مثلا يقول طيب هتبقى الطلاب اللي بيشاركوا مثلا في هذه المسرحيات برضو كعنصر من عناصر التحفيز، انه طيب موجود مثلا في المسرحية حتى بعض النقاد او بعض المكتشفين المواهب اللي تشوف الطلاب كمان على خشبة المسرح دي، فممكن مستقبلهم الفني كمان يبقى احسن، ممكن طبعاً حد يتولى تدريبهم يتولى تأهيلهم. ما ننساش حاجة مهمة، ان في عرض المسرحية انت بتلاقي المتخصصين قاعدين يمكن في الصف الاول، لان هم دول عندهم حركه تقييم بالعين. فبيشوف مين قال جمله صح، مين اتحرك حركه صح، مين ما كانش خايف، مين ممكن ابني على اللي عنده، لو احتاج في يوم من الايام هياخد العنصر ده. يبقى هنا انا بكتشف مواهب، لكن في نفس الوقت الموهبه الوحيده اللي انا باخدها دي لا، هي عنصر في اجيال كبيره جدا انا ببنيها من البدايه، فده الاجمل. اعتقد احنا فعلا يعني لا احنا يعني طول عمرنا متعودين انه مصر يعني مصنع للمواهب. طبعا. مصنع مصر يعني خلينا نقول ان هي يعني جوهره الفن بالظبط في الشرق الاوسط. يعني احنا محتاجين يكون عندنا، طبعا عندنا فنانين كبار اكيد، وعندنا فنانين في كل مجالات الفن ده اكيد، ولكن محتاجين لسه متعطشين ان يكون عندنا اكثر. الفن تراكمي بالزبط. اجيال بتسلم اجيال. يعني انا النهارده احنا لحد دلوقتي بنضحك على مسرحيات او مش مسرحي افلام نجيب الريحاني. صحيح. ما هو ظهر بعد نجيب الريحاني ظهر اسماعيل ياسين، ظهر بعديهم فؤاد المهندس، ظهر بعديهم عادل امام، ظهر بعديهم مش عارف، هي اجيال بتسلم اجيال. صحيح. فلازم ابني القاعده الشعبيه الصغيره بحيث ان هي لما تكبر تستلم الرايه وفي غيرها. صحيح. لان دايما الفن الانسان مش هيعيش طول العمر، مش هيعيش فترات كبيره، لكن في النهايه في جيل بيسلم جيل. عظيم. وده الطبيعي. ولكل جيل ليه رواده. طبعا احنا عايزين نصنع رواد لهذا العصر، فبنبني من الصغر. بالظبط. ذوق جيد، دي النقطه المهمه، لان احنا للاسف تعرضنا لفتره بنسمع فيها جمله الجمهور عايز كده. دي كارثه بكل مقاييس. الجمله دي على فكره هي بتتقال تمام، ولكن السؤال هل انت قدمت للجمهور حاجه وحشه وسابها؟ وفي نقطة كمان يا أستاذ أحمد، هل الجمهور لما بيسمع حاجة حلوة وبنلاقيه بيتشد لهذا الحاجة، زي ما حضرتك اتكلمت دلوقتي عن العرض المسرحي، لقيت ناس كتيرة جدا بتحضر هذا العرض والناس مبسوطة من هذا العرض، أنت لما قدمت له حاجة كويسة الجمهور فعلا اتبسط. لا تنسى لما قدمت له أن أنت كويس. عندك جمهور متذوق. صحيح. وخاصة في سن كبير وحتى في سن الوسط. يعني أنا هقول لحضرتك على حاجة، من 20 سنة كان في موجة كوميدية في السينما صارخة، كل الأفلام كوميدية، في النص كده اتذاع فيلم نزل السينما تراجيدي شويه بس علاقات اجتماعيه كان اسمه سهر الليالي. سابوا كل الكوميديا الموجوده وبقت الناس تدخل الفيلم ده. ليه؟ لان هم شافوا نفسهم جوه الشاشه، العلاقات دي موجوده. اذا لما قدمت للجمهور حاجه حلوه جنب كل اللي انت بتقول عليه الجمهور عايز كده، لا الجمهور سابك يا حبيبي وراح هنا. يبقى اذا انا لما بقدم للجمهور حاجه حلوه الجمهور بيجي لك. زي ما حضرتك قلت الفن تراكمي، واحنا عندنا طبعا ارث اصلا فني وثقافي، يعني بعيدا بقى ايا كان الفئات المجتمع، ايا كانت نسبه التعليم، ايا كان احنا شعب حتى البسيط جدا ذواق للفن وبنحب طبعا انواع فنون مختلفه. طبعا. ومش كده وبس، احنا في المنطقه احنا مناره الفن. هل في فنان كان مطرب او ممثل او ايا كان قدر يحقق الشهرة الكبيرة بالنسبة له من غير ما يجي مصر؟ لا، من رابع المستحيل. كلام حضرتك صح جدا ومظبوط. في نقطة برضو عايز أتكلم فيها مع حضرتك، إزاي هذه المبادرة تنعكس على تشجيع صغار الكتاب، الكتاب الشباب، أو حتى إن إحنا نخلق جيل جديد من الكتاب؟ ما هنا بقى النقطة. أنت عملت مبادرة حلوة جدا وعملت شكل مسرحي جيد،
في ممكن تعمل اعلان صغير، يا جماعه احنا هنعمل مسرحيه بعد شهرين ثلاثه، تقدم لها مسابقه ان ايه محتاجين حد يكتب، هيجي لك 10 15 20 اختار منهم. في مواهب كتيره بالمناسبه. وبعدين مش شرط اللي يكتب مسرحيه تتعمل دلوقتي، ما ممكن مسرحيه حلوه تتعمل السنه الجايه. صحيح. ولكن هتشجع على ايه؟ على الكتابه. حاجة التانية، مين اللي هيقيمك؟ هيقيمك اساتذه السيناريو. هنا الفرق. دي حاجه كويسه عشان هي حلقه وصل ما بين الكتاب الصغيرين اللي فعلا محتاجين حد يكتشفه. وهنا كمان انت بتنقل الخبرات من الكبار الى الصغار، يعني انت محتاج تشجع كل حاجه بتمشي. بمعنى في مسرحية زي دي، لا أنا هجيب مجموعة برضو من الطلبة يبقوا مساعدين إخراج، فهمتهم يعني إيه مساعد مخرج. ما هو المسرح مش إن أنا أقف على المسرح وأجري وأمشي وأغني. فهمتهم يعني إيه؟ هيبقى في موجودين في ورش الكتابة. يبقى هنا المسابقات اللي بتتعمل واللي ينجح فيها تحول لإيه؟ الحركة، حركة الفنان، حركة الفنان على المسرح بحساب. طبعا دي برضو محتاجين يتعلموها. شوف اي مسرحيه من المسرحيات القديمه الابيض واسود، ما كانش لسه في النيك مايك، كانت الميكروفونات نازله من فوق. شوف حركه الممثل بيقف فين ويبتدي يتكلم ويزعق فين، او صوته صحيح. يعلى فين وصوته يوطى فين. المكان اللي ما فيهوش ميكروفون مثلا، ما فيهوش ميكروفون، واللي فيه والاضاءه، هو كان حركه ميكانيكيه الحركه على المسرح مدروسه. استاذ نور الشريف الله يرحمه كان استاذ في الحته دي. طبعا لا، نور الشريف هو مؤسسه فنيه متكامله بجد يعني، الله يرحمه. ده كان في المسرح، في السينما، في التلفزيون، حقيقه مؤسسه فنيه. لكن عندنا اخرين، في طبعا استاذ محمود ياسين، عندنا استاذ فؤاد مهندس، ده عبد المنعم مدبولي. احنا بنتكلم على عمالقه لحد النهارده بتفرج على المسرح بتاعهم بقاله 60 سنه. انا يعني معلش من كام يوم بفتح التلفزيون لقيت سك على بناتك، انا مستني الجمله اللي هيقولها عشان اضحك. طب ازاي؟ الله حافظها. لا انا حافظها يوم ايه؟ بقالها كام سنه، وبقالها كام سنه وبنضحك عليها لحد النهارده. يعني هي دي الفكره، يعني بالزبط. من غير اي اسفاف، ومن غير اي حتى يعني عارف، احيانا بنضحك على حاجات ممكن تكون برضو مؤذيه بعض الشيء، بس بتضحك. بس ما هي المسرحيه دي لا إيه؟ بالعكس، حضرتك اللي بتقولي عليه مؤذيه بس بتضحك. انا بضحك كويس جدا، بضحك كتير جدا، وانا خارج من باب المسرح نسيت انا بضحك ليه. بالظبط. لكن مسرحيه زي دي بقالها 40 سنه، انا حافظ هيقول ايه، هيتحرك فين، بيضرب سناء يونس ازاي، بيعمل ما اعرفش ايه، الحاجات دي كلها فوزيه. محمد ابو الحسن الله يرحمه، الله يرحمه، كان رائع. فهنا الفن الجيد هو الذي يبقى. لا، وفاكر كل دور في المسرحيه حتى لو كان دور صغير. طبعا انت فاكر كل دور. طبعا. كل ممثل حتى لو كان بيقول جملتين. يعني من 60 سنه كان استاذ عادل امام لسه جديد وبيعمل دور صغير مع استاذ فؤاد المهندس، بيقول انا الاستاذ دسوقي الوكيل بتاعه. احنا لسه فاكرين الجمله بنفس التون اللي كان بيقولها عادل امام. وبالمناسبه عادل امام طالع من المسرح الجامعي، مسرح مدرسه ثم مسرح الجامعي. يبقى هنا شفنا النجوم الكبار جايين منين، فلما وقف وجات له الفرصه ولما كبر قدر يستغلها، والنهارده هو اكبر نجم في الشرق الاوسط بالكامل. طبعا ربنا يديله. ضرب رقم قياسي بقاله 40 سنه نجم، دي ما حصلتش. صحيح. سواء افلامه يعني حتى موضوعات مختلفه، شفنا كوميدي، شفنا اكشن، شفنا شفنا كل حاجه كل. الحقيقه. طيب واحنا بنتكلم انه دايما الاجيال بتتغير، الموضوعات بتتغير، شايف حضرتك انه دلوقتي ايه الموضوعات اللي لازم تتقدم عشان نعرف يعني نناقشها كمان بشكل يوصل لحتى الصغيرين والكبار؟ احنا حاسه انه فكره انه المواضيع اللي بتناقش ممكن تكون بعيده شويه عن الصغيرين بس قريبه للكبار. ده الدور بتاع ايه؟ بتاع حاجتين، بتاع الهيئه الاساسيه اللي هي منوط بيها الموضوع، يعني زي ما حضرتك قلتي مثلا الشركه المتحده هي اللي تبنت المبادره. هنا هي بتحدد ايه؟ بتحدد الموضوع ما يخص الشريحه العمريه دي. انا مش هاجي اكلم حد في اعدادي او في ثانوي واقول له والله اصل الرائد الفضاء عمل ايه؟ مشاكله ايه؟ ايه اللي هو بيشوفه؟ حياته الدراسيه وحياته العامه ايه اللي اقدر اوجهه فيه بطريق غير مباشر؟ ما انا ما بديلوش درس مباشر في حصه بتاع التربيه القوميه واقول له احفظ واعمل، لا، انا بوجهه هنا، بفتح مخه على بعض الموضوعات اللي بتخصه من جوه. صحيح.
هنا بيبقى الفكرة موجودة، ولكن صياغة الفكرة، وخاصة لما يبقوا شباب بيبقوا قريبين من المراحل العمرية دي، فبيعرف يكتبها بنفس المفردات صحيح. اللي الطلبة تفهمها صحيح. صحيح. فهي الموضوع مش ان انا اختار موضوع، يعني في فيلم من فيلم تلفزيوني بقى له اكتر من 30 سنة اسمه محاكمة علي بابا، استاذ يحيى الفخراني هو جاب الحاجات الموجودة ومغارة علي بابا ومش عارف وعمل منها فيلم كوميدي كتبه استاذ احمد رجب عليه رحمة الله، احنا كبار وصغيرين لسه بنضحك عليه، وساهم هذا الفيلم في تشكيل وجدانا من احنا صغيرين طبعا. ودي كانت البدايه، بدات الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه بهذه المبادره، محتاجه دعم من كل المؤسسات، محتاجه دعم من الناس، محتاجه دعم من اولياء الامور كمان ان هم يكتشفوا اولادهم ويحثوهم كمان على اكتشاف مواهبهم، محتاجين تعاون كبير ما بين وزاره التربيه والتعليم ووزاره الثقافه، ان يكون في حد متخصص في المسرح موجود في المدرسه بشكل يومي ويعمل حصه، نرجع زي زمان بقى حصه المزيكا وحصه الرسم وحصه، كان في حصص كتير قوي بالالعاب بتنمي مهارات الطلبه والتلاميذ. طبعا احنا محتاجين ده مره ثانيه. بنشكر حضرتك طبعا، شرفتنا ونورتنا، ناقد الفني الاستاذ احمد سعد الدين، شكرا جزيلا ليك يا فندم. شكرا. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. مركز إبداع قبة الغوري التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية استضاف احتفالية فنية بعنوان حوار على ضفاف النيل مصر وجنوب السودان، وده بتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب. تضمن الحفل عروض فنية شعبية قدمتها فرقة الطبول النوبية والآلات الشعبية المصرية بمشاركة فرقة جنوب السودان للفنون التراثية. في أجواء احتفالية مبهجة عاش الجمهور المصري ليلة فنية جميلة جمعت بين مصر وجنوب السودان في قبة الغوري من خلال العروض الفنية والشعبية اللي قدمتها فرقة الآلات الشعبية المصرية وفرقة جنوب السودان للفنون التراثية تحت عنوان حوار على ضفاف النيل مصر وجنوب السودان، بإخراج ورؤية الفنان انتصار عبد الفتاح اللي قدر يخلق حالة من الفرحة والتفاعل بين الجمهور والفرق المشاركة. حفلة روعة طبعا وجميلة، والعزف هايل والأصوات غير عادية، يعني أنا مش عارفة أسميهم إنما الأصوات قوية جدا. أنا بصراحة دي تاني مرة أجي دكتور انتصار بصراحة في مرجو الطبول، المرة التانية في الحفلة دي هو بيعمل دمج محترم جدا، ويعني هو في اكتر من ثقافه وبيدمجها بطريقه احترافيه جدا، فانا بحب جدا احضر ليه، وبصراحه بكون مبسوط جدا باي احتفال بجد هو بيعمله ومتابعه جدا جدا جدا. حفله جميله جدا جدا، وتراث شعبي رائع يعني، والمايسترو لطيف جدا يعني، بيحيي الحفله بطريقه جميله حلوه جدا. ودي مش اول مره نيجي للدكتور انتصار عبد الفتاح، بس المطره كانت كمان حلوه، بس الاندماج اللي فيه، بس احنا كنا نتمنى ان احنا نكمل فيها. عروض فلكلورية وشعبية بحضور عدد كبير من الجمهور المحب للثقافة والفن، واللي أكدوا على المحبة والعلاقات الثقافية القوية بين الشعبين الشقيقين، باعتبار أن مصر منارة الثقافة والفن، وبتحتضن دائما كل الحوارات والرسالات الثقافية والفنية لشعوب العالم خاصة الدول الشقيقة. الحفلة جميلة جدا، عاملة مزج ما بين كذا ثقافة وكذا فلكلور، ودي حاجة حلوة بالمرة، يعني فرصة لينا ان احنا نعرف ثقافات تانية زي السودان، ايه الفلكلور الشعبي، ايه الثقافات اللي بيقدموها، ايه الحاجات اللي بيحتفلوا بيها او طريقة الغنى او الموسيقى بتاعتهم. طول عمرنا مصر والسودان بلد واحدة جميلة يعني. المزيك حلو، وان احنا كده حاجة بنشوف شعوب بتاعت السودان وحاجات حلوة كتير،
ويا ريت تتكرر كتير منها يعني. هو دايما دكتور انتصار بينقل لنا ثقافات عده احنا، وبعدين بيجيب من بلاد مختلفه، الكلام ده بيخليني كاني عايشه في البلد وانا ما رحتهاش. يوم فني عربي جميل بقبة الغوري، أحد أهم الأماكن السياحية في مصر، واللي بتعد وجهة سياحية لمختلف الثقافات والشعوب، واللي بتهتم بإحياء الفن التراثي المصري واحتضان الشعوب الشقيقة واللي في القلب منها جنوب السودان. خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع آخر، والمباني في القاهرة الخديوية والتاريخية ليها طابع معماري خاص، لكل مبنى قصة وحكاية وتاريخ. عشان كده انتهى الجهاز القومي للتنسيق الحضاري من توثيق 400 مبنى تراثي في إطار خطة شاملة لعمل الأرشيف القومي للمباني التراثية ذات الطابع المعماري المتميز، ولنعرف تفاصيل أكتر عنه من دكتور هايدي شلبي، أستاذ الحفاظ العمراني ورئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري. صباح الخير على حضرتك يا فندم، منورانا في صباح الخير يا مصر. صباح النور، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بك. يعني في البدايه لو نتعرف اكتر على الارشيف القومي للمباني التراثيه واهميته يا فندم. هو في الارشيف القومي الو اي فندم مع حضرتك. تمام. الارشيف القومي للمباني التراثيه هو موجود في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وهو ده كان مهمته ان هو بيجمع كل اعداد بيانات يعني غزيرة بالمعلومات عن المباني التراثية المسجلة في مصر كلها. وده بيبقى فيه، بس كان في الأول هو كان فقط بيبقى فيه المعلومات الأساسية اللي بترد إلينا من استمارات الحصر اللي بتتم إعدادها في المحافظات المختلفة. ولكن احنا من سنتين بدينا نشتغل على تغذية هذا الأرشيف وإثقاله بمعلومات أكتر، وبدأنا بمنطقة وسط البلد في القاهرة، وهو ده اللي احنا أعلننا عنه مؤخرا في الجهاز. ده عظيم جدا. طيب أهمية أن يكون عندي معلومات أكتر عن هذه المباني برضو، عايزين نفهم، حضرتك قلت أن هذه المباني بالفعل هي مسجلة في مصر، لكن احنا تمام. عملنا أرشيف وبدأنا نزود في هذه المعلومات، هنستخدم هذه المعلومات في إيه؟ ليها طبعا بعد مهم جدا، أن هو يبقى عندنا كل تاريخ هذه المباني المسجلة. يعني بدينا بقى نبحث عن معلومات اكتر عن مين هو المعماري اللي عملها، سنه الانشاء، نظام الانشاء لو عرفنا نجيبه، هل المبنى ده اتعمل له اضافات او لا، لان دلوقتي احيانا كتير في لما بيبقى في مشاريع لاعاده ترميم هذه المباني او لاعاده استخدامها مره ثانيه بيتطلب ذلك بعض التدخل في المبنى. فهل الجزء اللي احنا هنتدخل فيه هل ده جزء اصلي من المبنى ولا ده جزء مضاف من المبنى؟ فده كان مهم ان احنا نبقى عارفينه حتى في تحديد اسلوب التدخل مع المبنى. الى جانب ذلك كمان كل الخلفيه التاريخيه للمبنى. اثقلنا ده كمان، مش بس ان احنا يبقى عندنا خلفيه تاريخيه، ولكن ان احنا المباني دي بدانا نعمل لها رفع ثلاثي الابعاد، رفع ليزري ثلاثي الابعاد اللي هو 3 دي سكانر لوجهات كل لوجهات المباني دي كلها، وبدات تتربط برضه بقاعده المعلومات. طبعا ده جدا لو في اي جزء في الترميم، واحنا بنشتغل في مشروع وسط البلد، جزء مفقود من بلكونه، كورنيشه مش موجوده، موتيفا مفقوده وكانت موجوده وقعت او كذا، بقدر اعمل منها، بقدر اعمل موديلنج من جزء اخر في المبنى موجود، اعيد استنساخ الجزء المفقود. الى جانب ان ده توثيق مهم جدا جدا للي موجود دلوقتي. احنا دلوقتي في المشروع كمان اللي بيتم في وسط البلد في شارع قصر النيل، بنتدخل كمان على مستوى المحلات، فبنزيل كل بالتعاون مع وزاره الاسكان ومحطه القاهره، بنزيل كل التعديات اللي تمت على واجهات المحلات. فلما كنا بنشيل التعديات دي كنا بنلاقي الكوابيل حالتها مزريه جدا اللي تحت البلكونات، طب دي كان شكلها ايه الاصلي؟ كنا بنرجع للمراجع الاصليه ان احنا ندور في الكتب الاصليه والرسومات اللي عملها المعماريين دي عن شكل الموتيفا او الكابولي الاصلي عشان نعرف نرجعه.
دلوقتي بقى كل ده موجود في مكان واحد، فهو في الارشيف القومي اللي موجود في الجهاز القومي للسلاح. طيب يا دكتور، واحنا بنتكلم عن توثيق 400 مبنى، هل هذه المباني في القاهرة فقط ولا امتد التوثيق لمحافظات مصر؟ احنا عندنا في الارشيف القومي عندنا قاعدة بيانات زي ما قلت حضرتك في الاول لكل المباني اللي موجودة في على مستوى القاهرة على مستوى الجمهورية، وهم حددهم في حدود 7000 مبنى مسجل. ولكن التغذية بالبيانات ورفع 3D سكانر لوكالة المباني ده تم في 400 مبنى على مستوى القاهرة. طيب ده عظيم جدا. دكتور، عايزين نوضح الفرق ما بين المباني التراثية والمباني ذات الطابع المعماري المميز، وعلى أساس أي أساس احنا بنقول ان دي هذه مباني تراثية؟ يعني هل في تاريخ محدد مثلا؟ هو المباني التراثية هي نفسها هي المباني ذات الطابع المعماري المتميز، ولكن احنا في فرق ما بين هذه المباني والمباني الأثرية. المباني الأثرية هي اللي بيسجلها وزارة الآثار، المجلس الأعلى للآثار، ودول بيبقى المباني اللي عندها أقدم من 150 سنة. إنما القانون بيحدد في مصر قانون 144 اللي هو بيتعامل مع المباني ذات القيمة المعمارية، إن هو إن يكون عمر المبنى أقل من يعني أقل من 150 سنة، اللي إحنا بنقول عليها مجازا التراث الحديث أو المودرن هيرتج، اللي هي زي المباني اللي موجوده في مصر الجديده، زي المباني اللي موجوده في وسط البلد في القاهره. فدي تعتبر مباني ذات قيمه معماريه متميزه، واحنا بنقول عليها مباني تراثيه. وضحت الفكره يا فندم، بنشكر حضرتك طبعا جزيل الشكر. دكتور هايدي شلبي، استاذ الحفاظ العمراني ورئيس الاداره المركزيه للشؤون الفنيه بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري. هنروح مع حضراتكم لموضوع تاني. في اليومين اللي فاتوا كان في كلام كتير جدا وحاله من اللغط حول غلق حديقه الحيوان واليه تطويرها، لكن وزاره الزراعه طلعت بيان بتوضح فيه الموقف وبتاكد فيه على ان حديقه الحيوان والقرمان ستظل تابعه لولايه وزاره الزراعه. عشان نعرف تفاصيل اكتر عن هذا الموضوع معانا على التليفون الدكتور محمد رجائي رئيس حديقه الحيوان. يا دكتور محمد صباح الخير. اهلا، صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على الاستاذ المستمع. يا اهلا بحضرتك. استحملنا بقى في مجموعه من الاسئله والاستفسارات، لانه زي ما حضرتك عارف على السوشيال ميديا خلال الفتره اللي فاتت في شائعات كتيره وفي اكاذيب وفي لغط، فاحنا عايزين من حضرتك توضح لنا كل الامور دلوقتي. هل حديقه الحيوان والقرمان هتتباع؟ انا بس يعني عايز افكر بس الساده المشاهدين انه يعني الحديقه خرجت من عضويه الاتحاد الدولي في عام 2004، وده لعدم اتباع المعايير الدولية في التربية وإيواء الحيوانات. وطبعا يعني كان مطلب أساسي للكثير من الناس والمنظمات، كانت الناس بتقول طوروا الحديقة، يعني حاولوا انك انتوا يعني نرجع تاني لعضوية الاتحاد الدولي، نرجع للمعايير الدولية. فالحقيقة يعني فترة فاتت قدمت وزارة الزراعة بمشروع طموح جدا ومشروع كبير وفي استعانه بخبرات اجنبيه للعوده لعضويه الاتحاد الدولي مره اخرى. والحقيقه المشروع ده بيدرس بقى له حوالي سنتين. فيعني ال 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 الحمد لله الدوله وافقت على المشروع. والمشروع يعني بيشمل طبعا البنيه التحتيه للحديقه، بيشمل ال ال تغيير البيئه الحيوانيه، يعني دي مهمه جدا عشان يعني الحيوانات اللي هي في الاسر والحاجات زي كده دي اصبحت مخالفه للمعايير الدوليه. طيب دكتور، يعني حضرتك تحدثت عن مشروع هذا، يعني هذا المشروع مشروع التطوير، وتحدثت انه هيشهد تطوير البنيه التحتيه وعده عناصر. لو هنوضح للساده المشاهدين يا فندم عناصر التطوير دي، اهم نقاط التطوير للساده المشاهدين، ايه اللي هيحصل؟ هل هيبقى في عفوا هيكون في حيوانات جديده في حديقه الحيوان؟ ايه اللي هيحصل؟ طبعا انا برضو يعني اللي هيحصل طبعا استمرار ملكيه وزاره الزراعه لحديقتي الحيوان والقربان، وهيحصل طفره كبيره في طبعا البنيه التحتيه للحديقه من حيث الري والصرف، لان الحقيقه يعني عقود طويله جدا او يمكن تقريبا منذ انشائها لم يحدث بها اي تطوير او اي تعديل. ايضا الحقيقه يعني هيتم تغيير البيئه الحيوانيه، الحيوانات اللي هي في الاسر دي
هتبقى كلها في اماكن مفتوحه، وده برضو يعني في ناس بيحصل عندها نوع من اللبس كده تقول هتبقى سفاري، لا مش سفاري ولا حاجه، سفاري تختلف تماما عن اسلوب العرض الحيوانات، تبقى في اماكن مفتوحه وان الحيوان يمارس سلوكه الطبيعي وحياته الطبيعيه في اماكن مفتوحه. فده اللي هيتم، اللي هي كلها اشتراطات، تطبيق اشتراطات العوده الى الاتحاد الدولي مره اخرى على اساس ان ده يعني تبقى جهه زي جهه اعتماد او جهه يعني اعتماد للمؤسسه انها تخليها منشاه سياحيه معتمده. وطبعا ده بيسهل علينا ان احنا بقى طبعا نستخدم حيوانات نادره، لان بالشكل الحالي في صعوبه جدا جدا، او في كمان يعني ممانعه لاستخدام حيوانات نادره مهدده بالانقراض، لان طبعا ليها معايير مش مطبقه. فيعني الفتره اللي جايه هتشهد طبعا اتباع المعايير الدوليه دي، واحنا في استعانه خبرات اجنبيه، وكلنا طبعا نعلم انه الحديقه يعني انشئت في الحقبه التاريخيه تقريبا مع حديقه لندن، ثاني حديقه في العالم من حيث الانشاء، حديقه الجيزه. وطبعا لندن قدروا يحافظوا على عضويتهم في الاتحاد الدولي، احنا خارج العضويه، لان هم طوروا المنشآت بتاعتهم ويعني استمروا على المعايير الجديده للاتحاد الدولي. احنا الحقيقه بقى لنا فتره كبيره ما عملناش اي حاجه، فالحمد لله بنشكر الدوله طبعا على الموافقه. طيب دكتور محمد، يعني مصر كلها تشهد طفره، والحمد لله الحديقه ادركت على التطوير. عظيم جدا دكتور محمد. من ضمن الحاجات برضو اللي الناس بتتكلم عنها على السوشيال ميديا، الناس خايفه قوي على الاشجار، وده حقهم بالمناسبه، لان احنا عندنا اشجار نادره في حديقه الحيوان، فهل مراعين هذا الامر في عمليه التطوير؟ لا، بطمن حضرتك طبعا وبطمن الناس كلها انه يعني في محددات واضحه للمشروع ده. يعني طبعا الحفاظ على الهويه التراثيه والتاريخيه للحديقه، والغطاء الشجري المميز. طيب دكتور، حابين برضو نعرف ازاي تم الاتفاق مع الهيئه القوميه للانتاج الحربي على تطوير حديقه الحيوان؟ طبعا طبعا تم الاتفاق مع وزاره الهيئه القوميه للانتاج الحربي، وهي طبعا هيئه يعني مختصه بالمشروعات القوميه الكبرى تشرف عليها، وفيها مكاتب استشاريه هندسيه كبيره طبعا. وهم برضو الحقيقه هيستعينوا ب يعني استشاري برضو في متخصص في تصميم حدائق الحيوان يعني يعتبر استشاري في البيئه الحيوانيه والنباتيه، وبرضه في استشاري في التدريب. دول هيبقوا عناصر اجنبيه متخصصه، ودي شركات كبيره جدا عالميه بتدير او يعني طورت اكثر من 17 حديقه قديمه، منها حديقه لندن. يعني هم طوروا حديقه لندن. ف يعني الحقيقه الهيئه القوميه للانتاج الحربي وفرت كل عناصر ان شاء الله النجاح لهذا مشروع التطوير، مع الحفاظ زي ما بقول لحضرتك على الهويه التراثيه والمجموع الخضري او المجموع الشجري المتميز داخل الحديقه، لان ده اثري يعتبر. وطبعا كل المنشات الاثريه هيتم الحفاظ عليها، خاصه طبعا القبر المعلق، جزيره الشاي، جبلات الرخام، الجبليه الملكيه. عظيم. في مجموعه من الجبلات الهامه داخل الحديقه سيتم الحفاظ عليها. طيب ده كويس جدا. مده هذا المشروع كانت سنتين، والرئيس كلف بضغط هذا المشروع، يعني هي سنه فقط نقدر نقوم بيها بعمليه التطوير. هنبتدي امتى؟ وهل بالفعل بدانا دلوقتي؟ قفلنا حديقه الحيوان ولا لسه مفتوحه؟ لا، احنا حتى الان الحديقه مفتوحه وبتستقبل الزائرين من الساعه 9 صباحا الى الرابعة مساء، وبس يعني تنتهي إجراءات التعاقد مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وسيعلن طبعا عن يعني تفاصيل بقى إذا كان هتغلق غلق كامل أو كده، كل ده هيعلن إن شاء الله في حينه، لكن حتى الآن الحديقة مفتوحة وبتستقبل الزائرين. طبعا نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور محمد طبعا على كل هذه الإيضاحات. دكتور محمد رجائي رئيس حديقة الحيوان، يعني أعتقد كده وضحنا كل التفاصيل عن هذا الخبر وفكرة بيع حديقة الحيوان وحديقة الأرمان، وأعتقد كده خلاص مفيش مجال تاني لأي إشاعات وأكاذيب ولغط حول هذا الموضوع تحديدا يا شاذلي. طبعا بكل تأكيد. دلوقتي ناخد مجموعة من التعليقات اللي جات لنا على سؤال حلقتنا النهاردة. هل ضروري أن المدام تفكر زوجها بالحاجات اللي طلبتها منه، ولا هو بيفتكر لوحده؟
دلوقتي هنشوف مجموعه من التعليقات اللي جات لنا. الاستاذ شريف بيقول نيابه عن زوجتي اي طلب بتطلبه لازم افتكره لانه يبقى دايما لمصلحه البيت، ربنا يخليها لنا، اللهم امين. طيب في كمان استاذ محمد احمد بيقول انا شايف ان هي طلباتها هي تجيبها وطلباتي انا اجيبها. طب وطلبات البيت مين يجيبها؟ في حاجات مشتركه، في اكل هتاكلوه انتوا الاثنين. طب الاولاد ايه؟ الاستاذ جمال مختار بيقول صباحكم مصري، نسيان نعمه. لا مش في ده، مش في ده يا استاذ جمال، هو لكن ليس في كل الاوقات، لذلك يجب التذكير بين الحين والاخر. في كمان استاذه صوفيا بتقول لازم افكره بالنسبه، لازم افكره اما بالنسبه لحاجات البيت فانا اللي بعملها. اعتقد انت قريت التعليق ده يا شاذ، ده من ضمن التعليقات. في الاستاذ جمال النجار بيقول صباح السعاده عليكم وعلى مصر كلها، ربنا يجعلنا يا رب في امن وامان وسعاده يا رب. انا واحد من الناس، زوجتي ما بتفكرنيش، هي بس تحلم هي عايزه ايه ويكون عندها. انا عندي 61 سنه وشكرا. يا استاذ جمال انت كده هتقلب الدنيا علينا. بيعلي الطموحات، بيعلي التوقعات. طيب في كمان بيقول، في حسين محمد بيقول انا لسه ما اتجوزتش بس لما اتجوز ومراتي تطلب مني حاجه اكيد مش هنساها عشان ما تحسش انها ناقصها اي حاجه وان انا ما اكونش مقصر. لما تتجوز يا استاذ حسين يبقى قول لنا عشان نحط نفس السؤال. ابعت لنا ونشوف الدنيا وصلت فين بينكم يعني. طبعا في كمان من ضمن التعليقات، بصراحه الزوجه في البيت نعمه ولازم تلبية احتياجات الزوجه عشان تعرف تعيش سعيده في بيتك والا ربنا يعينك. ده الاستاذ معتز حسن ختمها بختام صح، والا ربنا يعينك. ايه ربنا يعينك عشان الحاجات تبقى ناقصه. لا الحاجات تبقى ناقصه البيت مش هيبقى يعني في احسن حال. في شمس النهار شعبان حجازي، صباح الورد وفل وياسمين. دي برضو قلناها، الكومنتس دخلت في بعض. في كمان رباب سيد بتقول نفس الفكره برضو يا شاذلي، انها بتبعت الحاجه على الواتساب وبرضو بينساها. برضو في محمود خالد بيقول في الحقيقه انا مش متزوج وبنسى، لكن اكيد الستات لازم تفكروا، واكيد انتوا عارفين ليه. اكيد طبعا الكل هيفهمني ان كل الرجاله طبعا بكل تاكيد مشغولين ومش فاضيين، فمحتاجين دايما ان حد يفكرهم. على كل دي كانت مجموعه من الاجابات والتعليقات اللي جات لنا على سؤال حلقتنا النهارده. دلوقتي ميعاد موجز لاهم الاخبار مع دينا. شكرا لك شاذلي. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن اعتزام الحكومة تقليص المخصصات المالية لمرتبات العاملين بالدولة تزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وشدد المركز على التزام الدولة بصرف كل مستحقات العاملين في المواعيد المقررة، مناشدا العاملين بالجهاز الإداري للدولة بعدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. ونشد المركز وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام. أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن الجيش العراقي مر بتحديات ومنعطفات حاولت كسر إرادته، مشيرا إلى أن أولويات البرنامج الحكومي رفع قدرات الجيش وتطوير الأسلحة القتالية. وخلال مشاركته حفل التخرج طلبة الكلية العسكرية الأولى، قال السوداني إن مسيرة الجيش متواصلة لتأمين السيادة الكاملة للبلاد والوقوف مع الدستور والعملية الديمقراطية، وأكد أن البرنامج الحكومي أولى أهمية لرفع قدرات الجيش والعمل على التطوير التكنولوجي والميداني للأسلحة القتالية وإشراك القادة والضباط في مختلف الدورات التي تسهم في صقل مهاراتهم وإكسابهم خبرات إضافية. قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك إن بلاده لا يمكنها استبعاد تسليم دبابات ليوبارد لدعم القوات المسلحة الأوكرانية في المستقبل. ويأتي تعليق هابك بعد يومين من إعلان ألمانيا اعتزامها تسليم أوكرانيا نحو 40 مركبة مشاة قتالية متطورة من طراز ماردر قبل نهاية مارس القادم، وهو قرار قال هابك إنه جيد وطال انتظاره.
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن القوات الأوكرانية تصد الهجمات المتواصلة على مدينة باخموت في منطقة دونباس الشرقية وتحتفظ بمواقعها في سولدار القريبة في ظروف صعبة جدا. وأضاف زيلينسكي أنه على الرغم من تدمير معظم مدينة باخموت فإن الجنود الأوكرانيين يصدون المحاولات الروسية المستمرة للتقدم. وانتقد زيلينسكي مجددا ما قال إنه عدم احترام من روسيا للهدنة التي أعلنتها بمناسبة عيد الميلاد بشنها هجمات على المدن الأوكرانية. تفقد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا القصر الرئاسي والمحكمة العليا فور عودته إلى برازيليا بعد اقتحامها من جانب أنصار للرئيس السابق جاير بولسونارو. وشدد الرئيس البرازيلي على أن الديمقراطية تضمن حرية التعبير لكنها تتطلب أيضا احترام المؤسسات متعهدا بمحاسبة كل من يقف وراء تلك الأحداث. وفي وقت سابق أصدر الرئيس البرازيلي مرسوما رئاسيا لفرض القانون والنظام للسيطرة على أعمال الشغب في العاصمة حيث ستتولى قوات الأمن الفيدرالية مسؤولية تأمينها حتى نهاية الشهر. هذا واعتقل 150 شخصا على الأقل من أنصار الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو بعد أن تمكنت قوات الأمن البرازيلية من استعادة السيطرة على القصر الرئاسي في العاصمة برازيليا. كما تمكنت قوات الأمن أيضا من استعادة السيطرة على البرلمان والمحكمة العليا. ومن جانبه أكد الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو أن المظاهرات السلمية جزء من الديمقراطية ولكن اقتحام المباني العامة يمثل تجاوزا. أعلن الجيش الصيني أنه أجرى تدريبات قتالية حول تايوان في ثاني تدريبات من نوعها خلال أقل من شهر. وقالت قيادة المنطقة الشرقية بالجيش الصيني إن قواتها نظمت دوريات استعداد قتالي مشتركة وتدريبات قتالية فعلية في البحر والمجال الجوي حول تايوان. ختام موجز التاسعة، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. هذا البرنامج برعايه بنصبح على حضراتكم مره تانية. ودلوقتي جه معانا مع جولتنا الرياضيه محليا وعالميا. اليوم انطلقت ركله البدايه. أحمد فتوح وعبد الله جمعة لاعبا فريق نادي الزمالك غابا عن تدريب الفريق الجماعي امبارح على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة. وبيواصل الزمالك تدريباته الجماعية في إطار الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندري واللي هتتلعب يوم الأربعاء الجاي على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري الممتاز. المسؤولين في النادي الأهلي قرروا أن يوم 28 يناير اللي جاي هيكون ميعاد سفر الفريق للمغرب للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية. فريق كرة سلة سيدات الأهلي فاز على الزمالك بنتيجة 122-52 بفارق 70 نقطة في منافسات الجولة الثالثة من ذهاب دوري السوبر سيدات في اللقاء اللي اتلعب على صالة الأهلي بالجزيرة. وفريق برشلونة الإسباني فاز على أتلتيكو مدريد بهدف نظيف سجله عثمان ديمبلي في المباراة اتلعبت امبارح ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإسباني. وبالنتيجة دي برشلونة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة بفارق 3 نقاط على غريمه التقليدي ريال مدريد. وأتلتيكو مدريد هيكون في المركز الخامس برصيد 27 نقطة.
اتأهل فريق مانشستر سيتي للدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي، ده بعد فوزه على فريق تشيلسي بنتيجة 4-0 في المباراة اللي اتلعبت امبارح على استاد الاتحاد ضمن منافسات الدور الثالث من البطولة الموسم الحالي. وسجل النجم الجزائري رياض محرز الهدف الأول لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 23 من المباراة، وأضاف الأرجنتيني جوليان أفا رايز الهدف الثاني لفريق مانشستر سيتي عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 29 من المباراة، وسجل فيل فودن الهدف الثالث للسيتي في الدقيقة 38 من المباراة، واختتم رياض محرز رباعية فريق مانشستر سيتي من ضربة جزاء في الدقيقة 84 من زمن المباراة. فريق نابولي فاز على سامبادوريا بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعت الفرقتين ضمن منافسات الجولة 17 بالدوري الإيطالي بالموسم الجاري 2022-2023، وبالنتيجة دي بيتصدر نابولي ترتيب الجدول الإيطالي ب 44 نقطة، وبيتوقف رصيد سامبادوريا عند 9 نقاط في المركز 18. حسمت نتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق قمة الجولة 17 من الدوري الإيطالي بين فريقي إي سي ميلان وروما في المباراة اللي اتلعبت امبارح، وبالنتيجة دي رفع ميلان رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف يوفنتوس، فيما رفع روما رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس. كمان نادي أمبولي تعادل مع لاتسيو بنتيجة 2-2 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب الأولمبيكو ضمن منافسات الجولة 17 من بطولة الدوري الإيطالي للموسم الحالي. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لجمانة وشاذلي على كشان نكمل معكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. نشكرك يا دينا طبعا، شكرا جزيلا على استعراضك للأخبار الرياضية، لكن لسه كلامنا عن الرياضة ما خلصش، والأحداث الرياضية على المستوى العالمي والمحلي مشتعلة. مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي كانت قوية جدا، مانشستر سيتي فاز على تشيلسي برباعية، ولسه كمان الدوري المصري مشتعل بصفقات الاهلي والزمالك والمنافسه على الصداره. خلينا ناخد حضراتكم في قراءه وافيه عن الاحداث الرياضيه، نستعرضها دلوقتي مع الناقد الرياضي سامح سمير، منورنا النهارده في صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا استاذ سامح، منورنا في صباح الخير يا مصر. ويمكن احنا بنتكلم عن الدوري، هنبتدي بالدوري المصري، خلينا نتكلم عننا الاول هنا. والدوري السنه دي الموسم ده مختلف، ومش هنسميها مختلف بقى بشكل جيد او بشكل غير جيد، دي قصه ثانيه، بس هو مختلف. ودلوقتي تحديدا في انتقالات طبعا شتويه خاصه في الاهلي اللي هو اصلا وقته ضيق عشان لازم يسافر المغرب، وقصص بقى يعني كده حصلت، فانت احكي لنا عليها وقلنا ايه اللي حصل ووصلنا لايه. بصي يا ولا، كنا بنتكلم في الفصل طبعا. او بصبح عليك يا بصبح على الاستاذ محمد وعلى الساده المشاهدين. طبعا النهارده او السنه دي الموسم اصبح مختلف بعد كاس العالم. يعني قبل كاس العالم كنا في ليفل تاني خالص، مرحله ما قبل كاس العالم طبعا، مرحله ما بعد. احنا دلوقتي خلاص في ولاده جديده بعد كاس العالم، فاحنا رايحين في سكه ان اللعيبه بتلوث نفسها، عايزين يظهروا بشكل محترم جدا، عايزين خلاص عندهم بقى جوع كروي كده وعطش في الملعب، تحس بعد ما شافوا طبعا مبابي، وبعد ما شافوا القصص والحواديت اللي في ميسي وكاس العالم وكريستيانو والمغرب، فسقف الطموحات عالي قوي. يعني المغرب خلت سقف طموحات العرب وافريقيا عاليه جدا، صحيح. فخلوا اللاعب المصري عايز يعمل حاجه، ايه ده انا فين من الناس دي، انا رحت فين، انا مش موجود. خلينا نتكلم بصراحه، محدش يزعل من كتر ما هو بيذاكر ما بيعرفش يحل في الاخر. دي حقيقه، معلش كده لسه انت معايا في نفس السكه. اللي هيزعل انا اسف يتفلق، احنا بنتكلم للمصلحه العامه، لكن يعني مش بننتقد من اجل الانتقاد، بالعكس احنا عايزين الاحسن نفسنا. طبعا مصر هي اللي تاخد كاس العالم، يعني ليه لا، احنا شفنا المغرب وصلت للنهائي، يعني لنصف النهائي، يعني احنا بنتكلم في ان احنا عايزين نبقى احسن في الاول وفي الاخر، فهو مش فكره حد يزعل، بالعكس. بص احنا عندنا ازمه كبيره جدا، خلينا نبتدي بنفسنا عشان نصلح. احنا الخطاب الاعلامي عندنا فيه ازمه. ايه هي الازمه؟ انت دايما بتتكلم عن مجموعه الموت، عن المجموعه الصعبه، عن الخروج من عنق الزجاجه، لازم دايما نستخدم كده الفاظ ومنشطات واكليشيهات حفظناها وبتؤثر على لاعبي منتخب مصر وعلى اتحاد الكوره وعلى الجهاز الفني، على الكل، حتى لو كان المدير الفني اجنبي من بره بيتاثر بده. احنا عندنا ازمه، لازم نغير الخطاب الاعلامي، لازم نعرف ان منتخب مصر قوي، لازم نعرف انك انت زيك زي منتخب المغرب، مش هقول لك انك افضل، لان اللي عمله المنتخب المغربي في كاس العالم يدل ان هو افضل فريق عربي وافريقي بالانجازات وبالارقام. مش احنا اللي بنقول، رغم انك انت انتصرت عليه، فزت عليه في كاس الافريقيه، وجولات كتير جدا ما بينك وبين المنتخب المغربي، بس في النهايه المغرب قدر ان هو يحقق انجاز. نرفع القبعه ونقول شابو، برافو للمنتخب المغربي والشعب المغربي ككل، صراحه لكل اللي عملوه مع العرب للعرب والافريقيا في كاس العالم.
فسقف الطموحات عالي جدا، الكل عايز يثبت ذاته داخل الملعب، فالدوري اختلف بعد كاس العالم. طبعا القصه مختلفه، الملعب مختلف، التعليق مختلف، التصوير مختلف، كل حاجه مختلفه. طبعا ما نقدرش نقارن، ما نقدرش طبعا نظلم نفسينا او نظلم الامكانيات الموجوده عندنا، ولكن في النهايه زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي ان الدوري المصري اصبح مختلف. الكل بقى عايز يثبت ذاته وفي نفس الوقت يطلع اللي جواه علشان يروح المنتخب عشان يعمل حاجه، وده اللي ظهر على مستويات الفرق كلها صراحة يعني، وللعيبة كلها. والنادي الأهلي طبعا عنده تحديات كثيرة جدا الموسم ده، لسه رايح المغرب، لسه رايح كأس عالم الأندية، خلاص يعني جت العناية الإلهية كده نصفته وراح مونديال الأندية بعد ما خرج في المغرب في دوري أبطال إفريقيا، وعنده يعني حواديت موهوبة، ربنا يكون في عونه طبعًا. ربنا يكون في عون مارسيل كولر السويسري، الراجل اللي لسه بيبحث عن ذاته وفي نفس الوقت عايز يبني فريق محترم يقدر يكون قادر على العوده للبطولات من جديد بعد ما خسر يعني دوري وكاس وسوبر مصري ودوري ابطال افريقيا، قصص يعني ما لم يحرز موسيماني سوى ثالث العالم اللي هو الكرسي او المقعد الدائم للنادي الاهلي. يا رب نحافظ عليه، وعندي امل ان احنا نقدر نلعب المباراه النهائيه دي. لا موسيماني فرط في ده انا شايف في النسخه الاخيره، ولكن في النهايه اللي ظهر ان الاهلي الموسم ده عنده تحديات كثيره جدا، وده اللي حصل وظهر في الدوري الممتاز. دلوقتي الاهلي متصدر 30 نقطه، الفارق ما بينه وما بين الثاني على طول طبعا مفاجاه فيوتشر 26 نقطه. بحيي فيوتشر، بحيي القائمين على فيوتشر، بحيي لاعبي والجهاز الفني لفريق فيوتشر، لانه قدر ان هو يثبت ذاته هو الاخر، نفس الكبار كمان يصل يصل ويستمر يعني. المحله قلنا زعيم الفلاحين بيرجع، برافو شابو هايل، تصدروا الدوري ولكن عملوا زي ارسنال كده، بس ارسنال ثبت خلاص في خلاص متصدر قائمه الدوري الانجليزي، ولكن المحله تقهقر للاسف. فيوتشر في المركز الثاني، ثم الزمالك، ثم بيراميدز حاليا دلوقتي. فالاهلي طبعا متصدر بفارق 4 نقاط عن المركز الثاني، فالاهلي عنده تحديات كثيره جدا رغم الظروف الصعبه اللي بيواجهها. طيب في الاصابات، ايه هي التحديات اللي بتواجه النادي الاهلي خلال الفتره الحاليه عشان يقدر يشارك في كل هذه المسابقات وضغط المباريات اللي هيكون عليه خلال الفتره اللي جايه؟ بص، اول حاجه لازم نقولها ربنا يكون في عون الاهلي. احنا بنحاول نتكلم طبعا بسرعه عشان وقتنا، نحاول نجمع كل الملفات. الاهلي عنده اول حاجه مستشفى الاصابات، يعني ربنا يكون في عون الجهاز الطبي والجهاز الفني بقياده كولر. طبعا عندك النهارده يعني رجع خلاص يعني بشرة خير للجماهير، يوم الخميس اللي جاي مباراه مهمه جدا ولا احلى امام المصري، ديربي الاهلي والمصري بيبقى رائع طبعا من سنوات طويله. فعندك لعيبه رجعت، محمد عبد المنعم رجع كان اجهاد عضلي ورجع، عندك حمدي فتحي رجع ايضا نفس القصه، طاهر محمد طاهر رجع، ولكن عندك 4 لاعبين بره، الجبهه اليمنى مش موجوده تماما، اكرم توفيق وكريم فؤاد، الاثنين صليبي سلامات، واحد ثاني صليبي على التوالي، والثاني طبعا صدمت جماهير النادي الاهلي في الصليبي وخلاص هيسافر كمان يومين ثلاثه للنمسا عشان يخضع للجراحه. اضطر الاهلي يتعاقد مع خالد عبد الفتاح لاعب سموحه ظهير ايمن عشان يقدر ان هو يعني 6 شهور كده اعاره يكمل في مركز الظهير الايمن. ايضا عندك مصطفى شوبير برضو نقول له سلامات، غضروف الركبه وخضع لجراحه اخر. بيرسي تاو صاحب الازمات يعني او الاصابات المزمنه في النادي الاهلي اخر، هو مش قادر يكمل مع النادي الاهلي وفورمته مش جايه مع الاهلي للاسف. فالنتيجه ان انت عندك 4 اصابات، فالاهلي عنده ازمه كبيره جدا في مستشفى الاصابات، عنده تحدي كبير جدا ان مارسيل كولر يرد على كافه المنتقدين ليه سواء من امام النادي الاهلي او من الجماهير على السوشيال ميديا وفي المدرجات، انك انت تليق او لا تليق بالنادي الاهلي. وجهه نظري المتواضعه، كنت لسه هسالك انت شايف ايه؟ كولر محتاج وقت، كولر مدير فني كويس جدا، مرح هادي متواضع، بيحاول ان هو يعمل سياسه احلال وتجديد دماء داخل النادي الاهلي، عاوز يوجد اكثر من لاعب في اكثر من مركز، مش عاجبه المهاجمين فبيحاول يعتمد على بيرسي تاو لحد ما مهاجم كده يلفت نظره او محمد شريف يرجع لمستواه بعد ما حسام حسن خلاص خرج من الصوره. فالراجل طبعا في توقيت يحسد عليه، توقيت صعب جدا، توقيت قاتل، ان انا اجي لفريق كبير هو عملاق افريقيا عايز ارجعه لمنصات التتويج في كله محليا وقريا وعالميا في كاس عالم الانديه. فهذا الرجل لابد ان هو ياخد فرصه، يعني ما كفرش بلغتنا كده لما تعادل في 3 مباريات، ولكن في النهايه فاز على بيراميدز بثلاثيه، ثم فاز على ايضا في المباراه ام بي المباراه الاخيره ايضا قدر ان هو يفوز على ام بي، فصالح الجماهير من جديد ان انا موجود وبادي ورايح كاس عالم الانديه. طيب تاريخ
في الكره في كره القدم المصريه الدرويش نادي الاسماعيلي. ايه اللي بيحصل في نادي الاسماعيلي؟ اللي بيحصل في نادي الاسماعيلي كارثه بكل المقاييس، عشان قلعه برازيل مصر او برازيل افريقيا، انا اقدر اقولها على على تاريخ مش على عهدتي ولا على مسؤوليتي، هي قلعه كبيره جدا، قلعه الدراويش. جماهير الاسماعيليه جماهير عظيمه بكل ما تحمله الكلمه من معنى. انا نزلت اسماعيليه وكنا بننزل وبنشوف وحضرنا في المدرجات وشفنا ازاي جماهير الاسماعيليه بتعشق هذا الفريق. مستويات عاليه جدا، اسماء كبيره جدا في عالم كره القدم المصريه على مستوى تاريخ الكره المصريه. للاسف اليومين دول او مش من اليومين دول، من الموسم اللي فات، وهناك تدهور غير طبيعي، تدهور ملحوظ جدا. ايه الحكايه؟ هل في ناس بتبحث عن المصلحه الشخصيه داخل النادي الاسماعيلي؟ انا ما اعرفش. هل اللعيبه خلاص ما بقتش حاسه بقيمه وتيشيرت وقميص النادي الاسماعيلي؟ انا ما اعرفش. انا هسيب ده لتقييم الجمهور، ولكن هناك ازمه كبيره جدا. بالامس طبعا احمد حسام ميدو لقى الهزيمه الثانيه على التوالي منذ حضوره، ولعب بثلاث مباريات، 2 هزيمه وواحد تعادل طبعا، والراجل ما فيش في ايديه حاجه يعمله، يعني ما يقدرش يعمل حاجه لانه لسه بيبني فريق. الراجل في الملعب بيقول لهم انتوا اخر الدوري، يعني فوقوا اصحوا. بعيدا عن تقييمي الشخصي لميدو خالص، سواء ناجح سواء كان انا شايفه ان هو متواضع او كبير مش كبير، نتكلم على الاسماعيلي كاسماعيلي، لان كان قبليه جريده برضه، يعني هو قبليه كان جريده وكان مدرب مميز وكان بيدرب في النادي الاهلي. فالاسماعيلي وصل لمرحله امبارح ان المهندس يحيى الكومي رئيس النادي طلع وقال، كلم وزير الرياضه، انا خارج بره الاسماعيليه تماما، انا مستقيل من رئاسه النادي الاسماعيلي. وكان من قبليه كمان خالد زين من يومين، الراجل فجر مفاجاه ان هو انا مستقيل من يومين. طب يا جماعه انتوا مش قد ان كنتوا تبقوا ماسكين مجلس اداره نادي الاسماعيلي، ولا انتوا شايفين ان لابد ان تكون هناك امكانيات كبيره جدا؟ طب هل الازمه في اللاعبين؟ الازمه فين؟ اسماعيلي لابد ان يتكاتف ابنائه بكل ما تحمله الكلمه من معنى، عشان انا شايف ناس بتدور على مصالحها الشخصيه فقط، ناس ناسيه ان الاسماعيلي ده جمهور قبل ما يكون طبعاً اي طبعاً حاجه تانية، ثم قلعه كبيره جدا ليها تاريخ طويل جدا في افريقيا قبل ما يكون له تاريخ محليا. صحيح. وبعدين بقى ايه ده، انت الاسماعيلي ده اكبر لاعبين في مصر من الاسماعيلي، وعد زي ما انت عايز من اول علي ابو جريشه لحد محمد بركات حسني عبد ربه ولحد النهارده، اسماء كبيره جدا. فكان الله في عون جميع الاسماعيلي، بقول لهم انتوا ناس كبار، فريقكم كبير، قلعه الدراويش كبيره، ان شاء الله تعدوا الازمه. وزير الشباب والرياضه امبارح طلع وقال ان انا هتكاتف مع النادي الاسماعيلي، انا مش هبخل على النادي الاسماعيلي، كل الدعم للنادي الاسماعيلي. وتعليقه على الاستقاله قال طبعا ده قرارهم، لكن احنا ورا قلعه الدراويش، فنتمنى ان هم يفوقوا من الكبوه ان شاء الله. طيب قبل ما نروح لليفربول ونتكلم عن ايه اللي بيحصل برضو في ليفربول، خليني اسالك عن الزمالك. يعني نادي الزمالك لحد دلوقتي لم يعلن عن اي صفقه رسميه في الانتقالات الشتويه. صحيح، هو نادي الزمالك طبعا هو بيحاول يعتمد اولا على الصفقات اللي جابها، يمكن خلاص يعني هو شايف ان ابراهيم اناضاي مش ماشي مع الفورمه واصاباته كثيره، ففيريرا بيفكر ان هو يخرجه بره نادي الزمالك. يعني سامسون اكينولا انا شايف ان هو بيحاول ان هو يجتهد مع نادي الزمالك، المباراه الاخيره ظهر امام الداخليه وبيحاول ان هو يثبت ذاته، ممكن يكمل شويه في اتجاه لعوده محمود شبانه من سموحه، والزمالك يدفع اعارته عشان يقدر يرجع تاني او يقطع اعارته ويرجع لنادي الزمالك. فالزمالك عنده طبعا ازمات كثيره جدا، خاصه او نقول بسبب نتائجه. هو في النهايه فيريرا اخطا في مباراه اسوان، خسر 2-1، ايضا كمل نفس الحكايه في المباراه اللي فاتت امام الداخليه، كان خسران 1-0 وتعادل 1-1، فكان برضو ايضا عنده ازمه. الاصوات تعالت داخل نادي الزمالك، الراجل يمشي لا يقعد، لعيبه تهربت، لعيبه بتاخد منشطات زي ما قال الاستاذ مطر منصور نادي الزمالك. فطبعا ازمه كبيره جدا داخل نادي الزمالك. احمد فتوح لاعب كبير جدا هو بره نادي الزمالك بسبب قصه او انباء تعاطيه للمنشطات على عهده رئيس النادي ان هو بيتعاطى منشطات او كلام تاني طبعا مش في موضوعنا احنا نقوله حاليا، ولكن في النهايه في منظمه عايزه تكشف على هؤلاء اللاعبين ونتائجهم بتبقى سريه بيبلغوا بيها اتحاد الكوره وبتبقى الاجراءات بعدين. حتى الان اللاعب ما بيجيش نادي الزمالك والمصادر بتؤكد وهو تحديدا بيؤكد ان هو ما عندوش مانع ان هو يرجع نادي الزمالك، ولكن بدون اي اعتذار، هو بيعتز بنادي الزمالك وان قصه المنشطات دي قصه واهيه، ولكن هو بيحصل على بعض الادويه في الجيم وفي الصالات الرياضيه عشان ممكن تكون الادويه دي فيها بعض المنشطات وبتاع. بس في النهايه
طبعا ده لا يليق ان نادي الزمالك في النهايه يصل به الحال ان احنا نطلع ونتكلم في لعيبه بتاخد منشطات ونعمل ازمات كبيره طبعاً. وطبعا استاذ مطهر منصور قال ان انا قلت ده، يعني هو برده دافع عن نفسه، انا هقولها على لسانه يعني عشان برده نعطي كل ذي حق حقه. الراجل قال ان انا كنت بحمي الزمالك من الايقاف عامين، ان انا اخبي وان في النهايه يطلع ان الزمالك مشارك في قصه المنشطات فيتوقف الزمالك عامين، فكان لازم اطلع وكان لازم اتكلم واعرف جميع نادي الزمالك ليه اللعيبه دي تهربت بناء على كلامه، وليه انا اضطريت اتكلم للجمهور وللاعلام عشان افهمهم يعني. طيب نروح لليفربول وادائه المتواضع خلال الفتره الحاليه، ومباراه ولفرهامبتون لم تكن بالشكل المتوقع من ليفربول او الشكل اللي احنا متعودين عليه من ليفربول. بص، هو ليفربول بدا الموسم ده ضعيف جدا للاسف، مستوى متواضع للغايه تماما، يمكن ما عاد الكريسماس عندهم حاول ان هو يعني يبدا العام كده او ينهي العام بشكل محترم، فكسب استون فيلا، كسب ليستر سيتي، وكان عنده فرصه مهمه جدا هو يدخل في مربع الذهبي في جدول الترتيب في الدوري الانجليزي، ولكن للاسف جه خسر بشكل مفاجئ من برينتفورد هناك في انجلترا، فاضطر ان هو دلوقتي حاليا اصبح في المركز السادس برصيد 28 نقطه، مين الاول؟ ارسنال برصيد 44 نقطه، فارق 16 نقطه، ضياع مع بعضها ضياع لليفربول، خاصه ان المركز الثاني هو مانشستر سيتي اللي هو كسبان الدوري الانجليزي وبيحاول ان هو يصارع ارسنال اللي مصر انه يكمل لحد اخر نفس. محمد النني طبعا وارسنال شابوه هذا الموسم لارسنال، قدر ان هو يعالج اخطائه، قدر ان هو يرجع لامجاده، قدر ان هو يتربع على عرش الدوري الانجليزي، مش عايز يتزحزح ولا عايز ينزل. فطبعا ليفربول عنده ازمات كبيره جدا، لو بصيت بالارقام هتلاقي ان ليفربول عنده مشكله دفاعيه ومشكله هجوميه. مشكله دفاعيه طبعا حسب الارقام طلعت ديلي ميل عملت البريطانيه اتكلمت قالت ان دفاع ليفربول سمح ب 51 فرصه خطيره جدا على مستوى الفرق المنافسه، وده اكبر من ضعف اي منافس ليه في جدول الترتيب من الخمسه اللي فوقيه. دي حاجه. الحاجه الثانيه بالارقام نونيز اللي هو صفقه الاورجواياني اللي كان مفترض ان هو يكسر الدنيا في ليفربول، الراجل مضيع 15 فرصه خطيره، وده اكبر لاعب في الدوري الانجليزي مضيع فرص، ده بالارقام على عهد ديلي ميل مش كلامي مش انا اللي قاعد بحسب. فعندهم ازمه كبيره جدا ايضا خط الوسط في ليفربول. بالظبط، انتقادات كمان لفان دايك النجم الهولندي في خط الدفاع، وان هو مش على مستواه تماما، وانه ده تسبب في ايضا ازمات داخل او ثغرات داخل دفاع خط دفاع ليفربول. كل هذا الكلام كان بعيد تماما عن محمد صلاح، الكل بيتكلم ان محمد صلاح في التقارير البريطانيه كلها ان محمد صلاح خارج هذه الازمات، محمد صلاح مش لاقي اللي يسانده، محمد صلاح مش لاقي اللي يساعده، محمد صلاح خارج هذه النتائج السيئه. وبالفعل محمد الماتش الاخير امام ولفرهامبتون في كاس الاتحاد تعادل 2-2 احرز الهدف الثاني، الجماهير حتى اليوم بتتغنى باسمه ومسميه ان هو الرائع على الاطلاق، افضل لاعب على الاطلاق، لان هو بيسعدهم دائما وبيلحق يعني ينقذ كده ما يمكن انقاذه. بالظبط، واصبح الهداف التاريخي دلوقتي السابع برصيد 173 هدف، الهداف التاريخي لليفربول محمد صلاح اللي بيسعى طبعا على قدم وساق ان هو يصارع في ترتيب هدافي الدوري الانجليزي، وان كان طبعا محسومة لان يعني الوحش هالاند كان الفضائي اللي طبعا يعني فارق كتير جدا. فليفربول عنده ازمه، لو هأكد عليهم كمان حاجة للسادة المشاهدين ان الديلي ميل اللي عملت تقريرها اتكلمت ان ليفربول عنده ازمة كبيرة جدا في حاجتين، انه لما وصلش لدوري ابطال اوروبا وحقق نتائج كويسة عنده ازمتين كبيرتين جدا. اول حاجة اي لاعب كبير هيرفض يجي ليفربول، خلاص مش هيبقى مطمع لاي لاعب او اغراء لاي لاعب ان هو يجي ليفربول، لانه مش انت مش رايح دوري ابطال اوروبا اجيلك ليه؟ دي حاجة. حاجة تانية، في لعيبة هتفكر تخرج منه، يعني بلاش نتكلم عن محمد صلاح، اللعيبه الكبار على غرار ساديو ماني. الحاجه الثانيه ان ملاك ليفربول بيسوقوا لبيعه، مفيش استثمار مفيش فلوس، فمحدش هيجي مستثمر يفكر ان هو يشتري كمان ليفربول، ففي ازمه كبيره جدا في ليفربول. يعني نتمنى كده على غرار الاسماعيلي يعني نلاقي الفتره اللي جايه في تطور ان شاء الله، يعني نتمنى انه ينقذ نفسه طبعا. طيب خليني اروح مع حضرتك كمان لمانشستر سيتي، ويعني مباراة مان سيتي وتشيلسي كانت برضو عفوا تقييمك ليها ايه؟ لا طبعا امبارح السيتي يعني قدم فاصل من العسل المنفرد حقيقي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، كان رباعية تقريبا رياض محرز يعني برضو فخر عرب تاني مع محمد طبعاً. صلاح لازم نفتخر بيه ولازم نقول له برافو شابولا هذا اللاعب الخرافي. امبارح رياض محرز حاطط هدف ولا احلى، هدف عالمي من كرة ثابتة
ملهاش حل طبعا، سكنت الشباك في المقص، فطبعا فرحه ما بعدها فرحه للعرب والافارقه طبعا لرياض محرز. السيتي بيقدم مع جوارديولا يعني مستوى فريد جدا من الموسم اللي فات والموسم اللي قبله كمان، حتى الموسم اللي خسره امام ليفربول هو بيوعد نفسه ان هو يكون البطل، بيوعد نفسه ان هو يصل لنهائيات دوري ابطال اوروبا ويصل لكاس عالم الانديه، بيعد نفسه ان هو ياخد الدوري الانجليزي مره واثنين وثلاثه، والموسم ده واضح جدا، واضح ان هو مش باصص لليفربول فقط، لا ده هو بيصارع ارسنال على عرش الدوري الانجليزي. هو مش شايف ليفربول اصلا، هو مش شايف خلاص ليفربول بالارقام مش موجود، ليفربول مش موجود السادس وفارق 16 نقطه، صعب جدا انت مش موجود خالص، انت عايز خمس ماتشات المنافس يتهزم وانت تكسبهم عشان تقدر توصل له وتبتدي تاخد نفسك كده وتقول نلعب فارس لفارس قصاد بعض. ولكن في النهايه السيتي بيؤدي في كاس الاتحاد الانجليزي ببراعه امبارح، يؤدي في الدوري الانجليزي ببراعه، طبعا موسم ثاني استثنائي لجوارديولا مع رجاله السيتي، دي حقيقه. نشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا الاستاذ سامح سمير الناقد الرياضي، شكرا جزيلا ليك. ميرسي ميرسي ليك وصباح الخير عليكم. شكرا لحضرتك. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم ما تبقى من فقرات صباح الخير يا مصر. إذن كنا بنتابع مع حضراتكم طبعا قبل هذا الفاصل لحظة وصول السيد الرئيس للمؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي. هذا الاصطفاف طبعا من شأنه الحديث عن إنجازات هذا التحالف خلال عام أو أقل من عام، حيث انطلق هذا التحالف تحديدا في 13 مارس من عام 2022. طبعا بيضم في عضويته 24 جمعية، هذه الجمعيات تعنى بتقديم كافة أنواع الخدمات وكافة أنواع المساعدات وتقديم القوافل الطبية والإغاثية والعلاجية، وأيضا كل أنواع المستلزمات التي تحتاجها الأسر الأولى بالرعاية، فهو بكل تأكيد شريك مهم جدا في عملية التنمية. هي كمان يعد يعني هذا التحالف هو ركن مهم في عملية التنمية بالدولة وداعم لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، بحيث أنه بتعمل القطاعات الثلاث لتحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر، يعني بحيث أنه بتمتلك كمان مؤسسات المجتمع المدني كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، ده بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها في مختلف المحاور، خاصة أنه حاليا مصر تمتلك قاعدة بيانات دقيقة، فبحيث أنه تتكامل هذه الجهود نقدر بالفعل نصل أو تصل هذه الخدمات وتصل هذه الجهود لكل من يحتاجها بالفعل. صحيح بكل تأكيد، وهنكون مع حضراتكم في متابعة لاحقا طبعا مع بدء فعاليات هذا المؤتمر. على أي حال هنروح مع حضراتكم لموضوع آخر، ومعرض صنع في دمياط حقق مبيعات وصلت لمئة مليون جنيه، وكان في توافد كبير من الجمهور، عشان كده تقرر افتتاح دورة جديدة من المعرض اللي بيشارك فيه عدد كبير من أصحاب مصانع وورش الأثاث بمحافظة دمياط لعرض منتجاتهم بأسعار تنافسية تلبي احتياجات الجمهور. المزيد من التفاصيل معنا على الهاتف الأستاذ حسام شبكة مدير جهاز تنمية المشروعات في دمياط، عشان نتعرف منه على كافة التفاصيل المتعلقة بهذا المعرض. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وبعد التحية لو حضرتك تقول لنا الدوافع اللي ساهمت في اتخاذ قرار افتتاح دورة جديدة من المعرض. صباح الخير يا فندم والسادة المشاهدين كلهم. هو احنا المفروض ان احنا نهينا سنة 22 الحمد لله معرض صنع في دمياط اربع مراحل عمل وحجم مبيعات زي ما حضرتك قلتي كده بالظبط وصل لحوالي 100 مليون جنيه. ده كان دافع ان احنا نعمل مرحلة نفتتح بيها عام 23 ان شاء الله ويبقى عام خير باذن الله على مصر كلها. بالظبط احنا المعرض ده مشترك فيه برضو 74 عرض. بنتكلم في مجموعة من المنتجات الخاصة بصناعة الأساس أو الخاصة بالأساس من كل الأنواع من كل المستويات من كل التشطيبات، فإحنا بنحاول ننقل دمياط للقاهرة يبقى عندنا في صالة جهاز تنمية المشروعات، وأكيد حضرتك شايفة اهتمام القيادة السياسية بتواجد الأستاذ دكتور منال عوض محافظ دمياط الأستاذ باسل رحمة الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات لتفقد المعرض يوم الخميس اللي فات أو المرحلة دي يوم الخميس اللي فات.
عظيم. استاذ حسام حضرتك ذكرت ان احنا عندنا 74 عرض، هل دول نفس العارضين اللي بيجوا كل سنه ولا احنا حريصين على ان يكون في عارضين جدد؟ عايز اقول لحضرتك ان احنا اخر لقاء لينا كان يوم 9/12 في افتتاح المرحله الثالثه من صنع عرضينات 22. كان فيها برضو 74 عرض بالظبط كده. احنا الاختلاف عن ال 74 عرض دول، احنا عملنا مرحله ثانيه يوم 22/12 وبعدين مرحله 4/1. بنسبة 50% من العارضين بتتغير. طب يا فندم لو تقول لنا وتعرف السادة المشاهدين أبرز العروض والمميزات اللي هيشملها معرض صنع في دمياط. المعرض ده هم مش عاملين عروض، هم عاملين خصومات، خصومات بتتراوح من 25% لـ 35%. عاملين تقسيط لمدة، بعض العارضين عاملين تقسيط لمدة سنة بدون فوائد. وبعض العارضين عاملين جوائز هيعملوا سحب على حجم المبيعات اللي عندهم على رحلات عمر. ده عظيم جدا. احنا ازاي بنسوق لهذا المعرض؟ احنا عايزين نعرف الناس ان احنا عاملين معرض للمنتجات الاثاث والمنتجات الخشبيه بشكل عام اللي دمياط بتنتجها واللي مميزه فيها طبعا، يعني اي حد فينا بيعوز يجيب عفش دلوقتي بيروح على دمياط على طول، فاحنا عارفين ان سمعه دمياط معروفه جدا في هذه الصنعه وهذه المهنه، ازاي احنا نقدر نسوق لهذا المعرض؟ طبعا في الاساس دعمكم لينا، ده نمره واحد. نمره اتنين، احنا بنحاول نعمل اعلانات. معرض صنع في دمياط بقت مواعيده الاساسيه ثابته دلوقتي معروفه. العارضين اللي بيبقوا موجودين، واحنا بنتعمد ان يبقى في عارضين موجودين، ما يبقاش ال 74 عارض كلهم جداد، لان دول بيبقى لهم خبره، بيبقى لهم زبون موجود في القاهره، فده بيجذب رجل تتواجد. الاعلانات اللي بتتعمل سواء اعلانات مموله او بلوجرز او الكلام ده كله عظيم، زائد الافتتاح او التفقد في وجود معالي الوزير الاستاذ دكتور منال عوض والاستاذ باسل رحمي، ده بيدي او بيضيف على الافتتاح الصيغه الرسميه شويه. طيب يعني اخيرا يا فندم، المعرض مستمر لكام يوم، لمده كام يوم؟ ان شاء الله المعرض ينتهي يوم 14/1. وده انا مش عايز اقول بقى احنا يبقى قفلنا 22 او يبقى افتتحنا ان شاء الله على خير 23. اكيد هنتابع مع حضرتك يا فندم. مرحلة ناجحة ان شاء الله. نشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذ حسام شبكه مدير جهاز تنميه المشروعات في دمياط. مشاهدينا كده تكون خلصت حلقتنا النهارده، كنا مع حضراتكم على مدار 3 ساعات، انا جمانه ماهر وزميلي محمد الشاذلي ايضا الزميل العزيز ادينا شرف. شكرا ليك يا جمانه، بنشكر حضراتكم على المتابعه. بكره ان شاء الله حلقه جديده من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد، وصباحكم زي الفل.